السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين. شكرا بزاف على شكرا على قبول الدعوة. مرحبا بكم، ونتمنى إن شاء الله نفيدكم في هذا الروم. المهم، الموضوع غادي يكون إن شاء الله حول ألمانيا بشكل عام، سواء الدراسة ولا التكوين المهني ولا أي شيء متعلق بالدراسة ولا باللغة الألمانية بشكل عام. يعني كما كتعرفوا، انستي فريدريش ريكارد كاينه متواجده في قنيطره، وفي قنيطره اكثر من 11 سنه، وفي كازا كذلك. ومن ذاك الوقت وحنا مكلفين ب يعني مختصه انستي فريدريش ريكارد في التعليم الالمانيه وكل ما يخص المانيا بشكل عام. دونك اللي عنده شي سؤال مرحبا، كاين الاخوان مختصين، يعني سواء بحال الاستاذ محمد والموجه ديال لانسيتي فريدريش ريكارد، سي محمد العيادي، وكذلك السي المدني قايدهم ديال لانسيتي. اللي عنده شي سؤال مرحبا، تفضلوا. اول حاجه نرحب بالاخ محمد، استاذ تبارك الله عليك. الله يحفظك اخويا المختار. كما قلت لكم ان شاء الله، شكرا للدعوه ديالكم كلكم هنا ان شاء الله، وحنا جينا هنا اليوم زعما باش نجي نجاوبوا على الاسئله ديالكم كامله، كيف ما كانت بغات تتعلق كما بالستوديو، يعني الدراسه ولا بالتكوين المهني ولا العمل ولا العيش ولا الالتحاق العائلي، يعني باي سؤال كما بغى يكون ان شاء الله نجاوبكم عليهم. كما تفضل الاخ المحترم كما تفضل الاخ المحترم وقال لكم، حنا راه يعني لانسيتي فريدريش ريكارد تتكلف يعني لي زيتيديون ديالها يعني من ا حتى لزيد، يعني بالبروسيدور تتوجههم وتتشوف معاهم يعني احسن طريقه باش يدفعوا، كيفاش يدفعوا الفيزا، يعني مكلفين بلي زانسكريبسيون بالامباسا، تنكتبوا حتى لي ليتر دو موتيفاسيون، ويعني وتنحاولوا تنلقاو وتنساعدوا حتى في لي كونترا ديال الاوس بيدونغ ديال التكوين المهني. المهم يعني توقفوا مع التلاميذ ديالنا يعني ان شاء الله من الاول حتى الاخر، بلوس يعني راكم عارفين بلوس اننا تنقريوهم يعني حتى تيشدوا ان شاء الله البي اين ديالهم ولا البي اتس فايف. المهم بالنسبه للدراري اللي عاد بغاو اول مره يقراوا الالمانيه، يعني اللي بغى يطرح اي سؤال كما بغى يكون سؤال، ما كاينش سؤال تافه، ما كاينش شي حاجه، وكما غنشوفوا يعني كل واحد له كا ديالو، ولكن في الاول غنعطيكم في الاول واحد يعني واحد الانترودكسيون اللي هي جينيرال، يعني اللي تخص كل شيء ان شاء الله. شكرا سي محمد، الله يحفظك بارك الله فيك. اوكي، كنظن وقيلا نبداو نستقبلوا اول سؤال، ما عرفتش. المهم غادي نقترح، انا غادي نقترح من خلال التايني مال اللي عندنا هنا المشاركين، وغادي ان شاء الله نجاوب الاسئله. قبل ما يبداو الاسئله ديالهم نعطيو بعدا واحد الانترودكسيون، بعدا كاين باش كل شيء يكون عنده واحد الفكره عامه يعني على كيفاش الانسان يقدر يكمل قرايته في المانيا ولا يقدر التكوين المهني. المهم واحد الفكره عامه، ازو اللي بغى يكمل قرايته في المانيا يعني من الشروط خصو يكون عنده الباك، هذه مساله يعني معروفه. من بعد تيقرا واحد تيقرا اللغه الالمانيه، تياخذ واحد السيرتيفيكا اللي سميتها البي ان، هذاك البي ان تياخذها في غضون 8 شهور، فهذاك البي ان تندفعوا له، يعني تياخذ واحد تياخذ لانسكريبسيون، يا بخي لانسكريبسيون تحتاج ضمانه، اما ضمانه ديال فلوس ولا شي واحد يضمنه، وصافي وسيتو تندفعوا له للامباساد، وان شاء الله تيجيب الله التيسير. بالنسبه للتكوين المهني كاين جوج انواع ديال التكوين المهني، كاين شعب اللي تيطلبوا فيهم الباك، كاين شعب اللي ما تيطلبوش فيهم الباك. كذلك نفس البروسيدور حتى هو تيحتاج للبي ان، يعني هذاك السيرتيفيكا ديال الدبلوم ديال البي ان، من بعد ما تياخذها نفس البروسيدور تنعاونوا هنا في البحث على الكونترا، من بعد ما تيجيب الكونترا ديال التكوين المهني تندفعوا له لومباساد وتيجيب الله تيسير. اوكي، هذه هي الانترودكسيون اللي كاينه، ويلا دابا اللي عنده شي نرجع للكلمه للمختار باش يشوف اللي عنده شي اسئله ان شاء الله ونطرحهم. الله يحفظك، شكرا. المهم كيف ما قال الاخ محمد، وغادي توضحوا بزاف الامور من خلال الاسئله ديال الاخوان. نبدا، وانا المهم حما غادي نعاود مره اخرى، انا ما عرفتش الصراحه الترتيب ديال الاخوان اللي كاينين معنا، ولكن المهم نبداو بسي امين. مرحبا سي امين. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. السلام، والله انا دابا انت غادي باغي ندير ستوديو، وخديت الباك في 2020 هاد السنة هادي، ودابا تنقرا في واحد ليكول سوبيريور عندي العام الاول. بغيت نعرف واش من الاحسن انني ندفع اشتكا شادين كوليك، ولا نقدر نفاليدي هاد العام هذا وندفع به للجامعة مباشرة، يعني شنو اللي احسن؟
واخا هو الدبلوم تيتخاد على سنتين. اوكي، هذا هو السؤال ديالك خاي امين ياك؟ وي واد، شكرا بارك الله فيك. خاي محمد تفضل جاوب ولا محمد سمعني. وي، فهمت كاين شي مشكل بالنسبه خديتي يلا يعني يلا خديتي الباك دابا خديتيه في شهر 9 اللي فات. هذا الصيف غتاخذوا ان شاء الله هذا الصيف عاد تاخذوا؟ لا خديته الصيف اللي فات ودابا تنقرا في الباك. لا تنقرا في واحد ايكول سوبيريور. ايكول سوبيريور تابعه يعني اكريديتي ديال الدوله فيها دوزون ديال، ولكن واش هي تابعه الوزاره التربيه والتعليم ولا تابعه الاوف بي بي تي؟ لا تابعه الوزاره. وزاره التعليم يعني ماشي تكوين مهني هي؟ لا ماشي تكوين مهني. اوكي، عندك شوف عندك جوج ديال لي بروسيدور. اول حاجه كما قلنا تحتاج سيرتيفيكا ديال البيئه. إذا بغيتي تدفع الشوديون كوليك تدفع الشوديون كوليك. إذا فاليديتي هذا العام الأول فهمتيني تقدر يعني أنك تدفع نيشان تدفع الدايسة يعني تقرا لا فاك تما. إلا سمحتي خاي مهدي بن مرزوق ولا الإخوان اللي ما فهمتي اللي ما على ما يسأل الأخ محمد طفلوا لي ميكرو ديالكم الله يجزيكم بخير. اوكي ماشي مشكل. شكون يحسن هي الكيسيون ديالها هو انك واحد العام خصك تما باش تمشي تقرا السي اينس الا قريتي الشوديون كوليك تما يعني خصك تقرا واحد العام ديال اني بريباراتوار باش نشرح للناس اللي تيسمعوني كذا باش نفهمهم شنو هي الشوديون كوليك. في المانيا تيقراو 13 عام باش يشدوا الباك، حنا في المغرب تيقراو 12 عام دونك تيزيدو واحد العام اللي تعتبر اني بريباراتوار بحال تيعاودوا الباك ديالهم تياخذوا فيه واحد السيرتيفيكا اللي تتسمى ديال الشوديون كوليك يعني بحال ليكيفالون ديال الباك ديالهم، وهذيك السيرتيفيكا تأهلهم انهم يدخلوا يقراو في الجامعات يعني تيدخلوا نيشان. اللي تيكون عنده باك بلس ان فاليدي هنا في المغرب تيمشي نيشان يقرا في الجامعه، ولكن ما تيدخلش يقرا نيشان في الجامعه لان الشروط باش تدخل تقرا في الجامعه خصك يكون عندك السي ان، وهما حنا في المغرب يعني تيقول لك قرا غير البي ان واجي تكمل عندنا السي ان دونك تمشي تكمل تما اللغه. يعني الفرق ما كاينش بزاف يعني الا قريتي الشديون كلي غتقرا عام، الا قريتي ديال السي ان يعني غتقرا ما بين شوف على حسب النيفو ديالك اللي غيكون يعني حتى تشد السي ان يعني ما بين 6 شهور ديال العام. غير هو لك يعني فاليديتي عام هي ما كاينش شي فرق بصراحه. شوف انت اللي قريبه لك انت ملي غتشد هذيك الساعه البي انس ديالك ان شاء الله البي ان ديالك ان شاء الله كان عندك عام فاليدي اوكي دفع نيشان تقرا ديسا، ما كانش عام فاليدي دفع الاس تي كاب هاد الشوديون كوليك. واللي تيقراو في الشوديون كوليك تيوليو مبازيين مزيان حيت ما تتقراش غير المانيا بوحدها، تتقرا حتى الشعوب الاخرى بحال الماط الفيزيك الشيمي هذوك تتقراهم كلهم بالمانيا يعني يعني ملي تدخل ان شاء الله لافاك ولا الفخوخ شوله اللي هي لي زيكول ديال لي زانجينيور بحال الانسا ديال المغرب تتكون مبازي مزيان. اما الا مشيتي نيشان من هنا يعني فاليدي عام واحد تتقرا غير الالمانيا بوحدها في المانيا وتدخل تقرا. شوف هما نفس البروسيدور نفس كل شيء، غير هو شوف انت الوراق ديالك اللي عندك صافي ديك الساعه ملي غتشد البي ان شوف فاليدي عام دفع هوك ولا دفع فيهم جوج ولا اللي خرجت لك يعني ما كاينش شي اشكاليه يعني ما كاينش شي فرق كبير بيناتهم. وشكرا. وواحد الاضافه واش زعما الا دفعت مثلا دي اس ها نيشان واش غيقبلوا لي كاع لي موديول ولا يقدروا يقبلوا دي موديول ودي موديول نحسب واش داكشي متوافق مع اللي عندهم تما؟ او خصك تكون مع فاليدي العام كامل يعني تكون عندك اتيستاسيون دو ريوسيت باش يقبلوا لك هذاك العام. سمحت اخي محمد العام فاليد وي خويا المختار كمل. لا كنقصد زعما واش كتقصد زعما غير باش تدخل دير دي اس ها ولا باش دير ان لا باش زعما تكمل ولا كتقصد غير باش دير دي اس ها ياك ياك اخي دوز الامتحان وتكمل في الجامعه. الا كان الجامعه غيقبلوا لك كاع دوك لي موديول كاملين وغيقبلوا لك. لا دابا شوف دابا غير باش نفرقوا جوج حوايج. اول حاجه باش دير دي اس ها خصك عام فاليدي اما في لافاك ولا مثلا بحال ديك لي زيكول سوبيريور بحال
بحال ليستيا عفوا لونسي جي وداك الشيء ماشي ليستيا غير ليستيا. دونك الا كان عندك مينيمو عام ولا جوج ولا جوج دي موديل سوا اس ان ولا اس ان اس 3 ولا المهم كيف ما كان يمكن لك دير دي اس ها ديريكت يعني بلا ما دير تعاود تشونين كولين. المساله ديال انك زعما يعترفوا لك بشي موديل وتكمل بلا ما تعاود تدوز فيهم امتحانات وتعاود ديك لي موديل هذه كتعلق على حسب كل جامعه بوحدها. دونك كاين جامعه اللي ممكن تعترف لك داك الشيء كاين جامعه لا على حسب الجامعه هي اللي كتقرر. دونك ماشي ما كاينش قانون موحد على كل شيء. السلام عليكم. ممكن نسول واحد السؤال ديال خاصكم سي امين بغيت نعرف انا ايكول سي بيغي هضر عليها بالضبط واش هضر على البي تي اس ولا لي سي حيت ايكول سي بيغي ديال امين يعني بها جوج حوايج يعني بها واش اوف بي بي تي ولا البي تي اس ولا لي سي هادشي اللي كاين عندنا في المغرب. لا انا شندوي على لوستي نتي دابا هنا لوستي ضروري كتكمل عامين واحد الدبلوم ياك راه ما تعرفوش بيه ارمانيا راه خصك كتعاود اسيرو دير الاس تي كا ياك الا بغيتي تدخل نيشان الجامعه باش تولي فهمتي باش تعرفو كيعطيو نيشان سواء ماستر ولا شنو بغيتي تكمل باستر بحال في الطلاق نجح في دوز واحد الامتحان باش يعطوك باشلر يعطوك ليسونس في قنيطرة في بروتوفايل ديك الساعه عندك حق تكمل بوزيك من ماستر باش نقول لك الا درتي عام واحد راه ماشي يعتبروش بيه ارمانيا فهمتيني يعني خاص ضروري تكمل الدبلوم حيت لي فهمتي حيت انت شي عامين ونصحابني كلو تيهضر على لي سي شي ولا ليسا ماشي بحال ما تيصابوش كاين فرق بين ليسا و لي سي لي سي تصبر بحال تقريبا بحال اوف بي دابا ولكن بشرط الا كنتي تكراسيتي في شي ديبلوم و تكراسيتي و عطاوك ليسونس بروفيسيونيل ديك الساعه تدخل حيت هاد الفكره هادي ديجا كانت عندنا في لي سي في يعني ضروري خاصة وانت من الحاج جامعة تبدأ اللغة دابا وتمشي تكمل الكاريير ديالك من عندك باك ديالك مازال هكا تكمل سمك. شكرا شكرا بارك الله فيكم. إلا سمحتوا باش نعرفوا بعدا شكون اللي كيهضر نشوفوا نشوفوا كرب المهم سمحوا لي الا قريت سميت غلطين ولا شي حاجه هو هذا كربة كنيسة كربة تفضل اخي كربة مرحبا والاخوه الاخرين الله يجازيكم بخير طفوا الميكروفون لان كاين شويه ديال شويش الله يحفظكم طفوا الميكرو. اهلا خويا لاباس عليك مرحبا اخي الله يحفظك بارك الله فيك خويا شوف عندي هنا بكالوريا ياك اداب وعلوم انسانيه في البرونش ديال العلوم الانسانيه المهم عندي بكالوريا علوم انسانيه مرحبا ما عرفتش هو شنو مشيت عند واحد هذيك ارامكو ولا عرفتش ارامكو كنعرفهم واش هذوك اخويا بصح نيت سوسيتي ولا شي نصاب حيت طلبوا لي 2 مليون اخو شوف انا من وجهه انا من جهتي انا ما نقدرش نهضر لك على شي سوسيتي وحده اخرى سواء مدرسه ولا ارامكو ولا بيرو ولا شي حاجه ما نقدرش نقول لك واش المهم كيفاش تقدر تقول لي كيفاش تنمشي كيفاش فهمتي دابا انا عندي بكالوريا شنو هو اوكي شمن عام خديتي الباك 2017 من 2017 لهنا شنو درتي ما درتش والو درت غير سميتو خدمت عامين في كابلاج ودابا حاليا مسجل في اس تي ديال في الجيستيون شحال هادي وانت مسجل في الاستيام اي عام تسجلتي غير هاد العام هذا ولكن ما بقيتش كنمشي شي 3 شهور دابا المهم بقى سميتي معاهم المهم اللي كان وغادي اللي كنعرف انا وغادي ياكد هادشي حتى الاخ محمد والسي محمد العيادي والسي مدني لان مرحبا باش دير تكوني في المانيا وهادشي كاين حتى في الموقع ديال السفاره بان خص يكون عندك السي في ما فيهش الخوه يعني ما يكونش عندك شي فتره ما درتي فيها والو من الاحسن يكون عامر هذا من الشروط يعني الاولى
الشرط الاول. ومن الحاجه الثانيه اللي هو ان يكون عندك الدومين اللي بغيتي دير فيه التكوين المهني مثلا، يكون ديجا عندك فيه شي اكسبيريونس على الاقل، واحد ستاج ولا ديبلوم ولا شي حاجه. يعني دابا بكالوريا ما يقبلونيش بها كاع لا ماشي، ضعفة. لا البكالوريات تقبل، ولكن خصك هما مش شرط ان يكون عندك اكسبيرينس في الدومين اللي باغي دير. مثلا بغيتي دير رعايه المسنين او لا الميكانيك ولا الالكترونيك، رعاية المسنين مزيانة. غير هي خصك تجيب الدبلومات، عفوا الاستاجات ولا الدبلوم في الدومين، وما يكونش عندك السي في خاوي. هذه من الحوايج اللي ضروريين، يعني اذا كان عندك واحد العامين ولا عام خاويه هذا ربما يشكل. ياك السي محمد هو عام خاوي ماشي مشكل، تقدر تعمرو بشي حاجه لانفورماتيك كاين باش تعمرو عام. اي انا كنقول له زعما هو خصو، لا عامين خصو صعيب يتعمر، تعمرو لا ضروري خصو يتعمر، لا خصو يتعمر يعني مشكل على البساط بالضبط، يعني ما خصوش يبقى خاوي. دونك مدير دابا راه درت لافاك، درت لافاك في 2018 في العام التالي ديال الباك، وبقاش عندي واحد ورقه ديال اللي تسجلت معاهم، سمعت سحبت الباك ديالي واش فهمتي؟ سحبت الباك يعني بقى عندي واحد لاتيستاسيون باللي راه كنت انا كنقرا في سميجو، كنت كنقرا في لافاك. هو انا نشرح لك، هو تقدر تلقى المشكل مع لومباساد، مي الا بغيتي طونتي لا شونس ديالك طونتيها. غتحتاج شنو كيما غتحتاج؟ غتحتاج غير السيرتيفيكا ديال بي اينز، ومن بعد ديال رعايه المسنين الدراري كاملين تيديو ستاج 3 شهور، يعني 3 ستاج واحد ديال 3 شهور شي دار العجزه في المغرب. في المغرب ساهله هذه، تمشي شي دار العجزه تعلم ستاج قريبه لنا الدار ولا قريبه، وفوالا تدوز واحد ديال الهلال الاحمر، واحد الفورماسيون فيها اموا عرفتها فهمتي، يعني كل سبس كل ويكاند تدوزها. وبالنسبه للقرايه ديال سميتو، القرايه ديال اللغه تقراها هنا في المغرب؟ تقراها هنا في المغرب، خصك تاخذ السيرتيفيكات ديال البي ان ضروري. شحال كتقراها ديال؟ 8 شهور. شحال؟ 8 شهور. 8 شهور، 8 شهور شحال كتكلف ديال الفلوس اخويا الله يرحم لك الوالدين؟ هي تتكلف ما بين 8000 حتى 10000 درهم، يعني ما بين 8000 حتى 10000 درهم. واخا خويا شكرا، الله يعطيك خلو كلمة لشي واحد اخر، انا معكم كل السير في الجامعة. الله يحفظك شكرا. ندوزو للامين ام سي تي، تفضل السي امين. استاذ بغيت نسولك على الاوس بيلدونغ، واش كيعرفوا بالدبلوم ديال او اف بي بي تي؟ اسمح لي كتسمعني دابا؟ انا ما كديرش الدبلوم هذا ياك ديال تا واحد الدبلوم ديال السياكه السي محمد. الدبلوم ديال او اف بي بي تي تي هنا بروش عندك ديال دياغنوستيك؟ دياغنوستيك طوموبيلات مزيانه، خصو يدير له الانيكينون الاعتراف ديالو، خصو الاعتراف ضروري. كاين واحد البروسيديو تدير، يعني كيما قلت لك خصك البي ان تقراها اوكي، تدير لا بغيتي انت واش بغيتي تكمل عليه ولا تبدا من ازيرو؟ لا نكمل عليه اذا كان. كاين مكاتب في المانيا تدير اعتراف، يعني تقدر تراسل معاهم، تترجم شي اوراق، تترجم الدبلوم ديالك، هذوك لي شابيتر اللي قريتي، لي موديول اللي دخلتي وهذاك الشيء، وهما تيعطيوك الاعتراف ديال الدبلوم ديالك النسبه المئويه ديالو، حيت تقدر تكون شي موديول مثلا هذيك الشعبه انت اللي غتكمل عليها في الالمان، شي موديول انت ما قريتيهوش في الالمان. هما اصلا الاوسبيدونغ ديالهم في الالمان تيقراو 3 زون، هنا في المغرب انت قريتي غير 2 زون. دونك شنو تدير؟ تدير الاعتراف وتعطيك النسبه المئويه، تقول لك مثلا غادي تكمل عند القاعده عامين ولا تقع عام ونص، هذا الشيء على حساب كل مدرسه، على حساب كل مدرسه، ولكن تقدر تكمل عليه الا بغيتي، كاين حتى شي مشكل. داكور شكرا. وبغيت نسولك على كيفاش كيدفعوا داك الشيء ولي زيتاب زعما؟ اي اول ايتاب هو تسجل في اللغه تبدا تقراها، الايتاب الثاني اللي غتشد البي ان ديالك، وتقدر او ميم طون اون باراليل دير الاعتراف بالدبلوم ديالك. ملي غتشد البي ان ديالك كتقد تدفع باش تاخذ الكونترا ديال الاوسبيدونغ، وان فوا تاخذ الكونترا ديال الاوسبيدونغ زيد عليها السيرتيفيكا ديال البي ان وغتدفع الفيزا ديالك. هذا هو اللي طاب. كيكون شي لقاء واقع ياك؟ لا بينك وبين لونتربريز؟ لا 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 بينك وبين لونتربريز وي تيطلبوا؟ لا لا كيكون ما بينك وبين تصحاب لقاء بينك وبين الامباساد ما بقاش هذاك. ما بينك وما بين الشركه كيكون واه طبعا كيكون. بالنسبه للترمين كيتعطل وقيله؟
كاين التسريع، كاين واحد البروسيدور ديال التسريع، تيدير شي 811 اورو تبقى تقريبا بشي 5000 درهم الا بغيتي تسرع التامين، تيجيك في هذوك جوج سيمانات. سينون التامين تيكون عام، يعني انت الا بغيتي دابا تدخل مثلا، نقولوا مثلا دابا نويتي انا كان ان شاء الله ندخل تقرا، اون فوا تدخل تقرا اون فوا خذ لك التامين، حيت اصلا القرايه غتعطل على 8 شهور، يعني 8 شهور. لا اسي محمد، سامر الطالب ديالي كيقرا عندي. قلت لك قرا عندك وضربت الدوره كامله. الله يضرب الدوره كامله. عندي ماشي مشكل، هو بالعكس السؤال ديالو مزيان، بعدا يستافدوا حتى الاخوان الاخرين كاملين، هو راه عارف راه ديجا هضرنا في هذا الموضوع، ولكن المهم عيب شي واحد فهمتي، يعني بالنسبه بحال ما قال السي محمد راه كتقرا المانيه مزيان، خاص تعترف الدبلوم ديالك، يعني بالنسبه للاعتراف باش انك تكمل، طبعا كاين الامكانيه، ماشي ما كايناش، غير هي القرار كتاخذوا الشركه وكتاخذوا المدرسه اللي كتقرا فيها، ولكن الامكانيه كاينه طبعا. السلام عليكم. انا باك 2018، لو درت 2 ans، انا هذا العام الثاني ديالي في ليفيستي، وكم درت كوم برونش بيولوجي شيمي جيولوجي، وكنفكر نكمل في اونيفرسيتي في المان. المشكل اللي لقيت هو انهم كيقولوا بلي هادشي اللي دابا حتى دابا هادشي اللي سمعت، ان لا ليسونس تكنيك ما كيعترفوش بها الالمان. هذه اول معلومه، بعدا بغيت نتاكد منها واش هادشي صحيح ولا ما صحيحش، حيت نورمالمون انا غناخذ اون ليسونس تكنيك دونك بروفيسيونيل من هنا، فوالا من هنا من هنا العام الجاي ان شاء الله غتكون عندي ليسونس بروفيسيونيل، ليسونس بروفيسيونيل. دونك واش هاد لا ليسونس معترفين بها ولا هما خاصهم اون ليسونس فوندامونتال اللي كتكون في لونيفرسيتي العاديه، زعما لونيفرسيتي اللي ديال ليسونس حيت كاينه فوالا. دونك واش هادشي بصح ولا غيكون مشكل ولا عادي؟ يعني انت بغيتي تقصدي زعما ملي تاخذي ليسونس بروفيسيونيل تكمل الماستر؟ فوالا نكمل ماستر، فوالا بالضبط. كاينه امكانيه، غير على حسب، غير كتختلف على حساب الجامعه وعلى حساب البروش، ولكن الامكانيه كاينه، غير بعض المرات اللي ما كيعترفوش ببعض ليسونس اللي ما كيعترفوش بهم، ولا هذوك الناس اللي كيبغيو يخدموا وكيكونوا خداو شي ليسونس بروفيسيونيل اللي كتكون مثلا غير الويكاند ولا هذا، بعض المرات ما كيعطيهمش الانيركينوم ديال ليسونس، هادشي اللي كيوقع احيانا. اما فيما يخص القرايه كنظن ما كاينش مشكل. ياك الاخ محمد، وي كاين شي جامعات، هي فريمون كاين شي جامعات ما تيقبلوهمش، يقول لك لا ليسونس فوندامونتال، مي كاين جامعات مثلا بحال بادربون تتقبلها. هذه الا بغيتي تكملي ما صحيت، يقول لك زعما لا ليسونس بروفيسيونيل هي يعني اورينتي بزاف للبراكتيك، يعني هي بحال تكوين مهني، بحال انت عندك تكوين مهني يعني وزدتي عليه وصافي، يعني تقدر تكمل في الاوس بيلدونغ. اما الا بغيتي ديري لا سيونس بروفيسيونيل كاين شي جامعات كيقبلوهم، هما غدفعي لهذوك الجامعات. سينو تقدي تبدا يعني تعاودي باشلار، تعاودي لا ليسونس برا، يعني تدخلي نيشان تقراي الا كنتي كاع مثلا فهمتي، حيت اصلا لا ليسونس ما ساهلاش، عاوتاني ما تنساهاش. يعني انا بالنسبه لي انا احسن انك تعاودي مثلا كاع تعاودي تدخلي باشلار، تقدي شي موديولات فاليديهم، تقول لهم راه هاد الموديولات انا قريتهم بلا ما نعاود ندوز فيهم امتحان. هنا الموديولات اللي تيكونوا تيتسموا لي موديل برو، يعني الاساسيين ما تيقبل، تقول لك لا خصك تقرايهم، موديولات اللي هما ثانويين تقول لك اوكي تفاليديهم، يعني ما غاتجيك القرايه سهله، تقدي فهاداك لو طون، يعني ملي غاتجيك انت قرايه سهله يعني ما غاديش واحد لي فوق كثيره، تقدي تخدمي، تقدي ديري بزاف الحوايج، تقدي هادي. المهم هي غتشوفي انت غدفعي جوج حوايج، غدفعي الماستر اللي غيقبلوك بلا ليسونس بروفيسيونيل ديالك، وميم طو غدفعي القرايه عاديه باشلار ديالك لا ليسونس عاديه، هذه كلهم غيقبلوك فيها يعني ان شاء الله. وشوفي اللي جاتك الاولى دفعي بها. فوالا انا كنقول الا كانت لا ليسونس مثلا عندي حظوظ اكثر في اون ليسونس فوندامونتال، عندك حظوظ اكثر فوالا قدرت من دابا ندير اون ليسونس، نبدل ليسونس فوندامونتال وباش يكونوا عندي فهمتي دي شونس اكثر انني ندير لا ليسونس. ولكن كديري لا ليسونس فوندامونتال تبدليها؟ يمكن نعاود نرجع نقدر. لا نقدر ندوز ديريكت ليسونس فوندامونتال، هادشي اللي قالوا لي.
الا كنتي تقدري يعطوك لا ليسونس فوندامونتال حسب فوالا نقدر نرجع لونيفرسيتي عاديه هنا وناخذ ليسونس فوندامونتال هذه تقدري لا كان هذه احسن شكرا سينو بلا ليسونس بروفيسيونال تقدري تعاودي تما تمشي وتعاودي باشلا ديال لا ليسونس ديالك ولا كاينين شي جامعات يقبلوها شكرا شكرا تحياتي ليكم شكرا بزاف على هذا الميتينغ الله يحفظك الله يعطيك الصبر بغيت نستشر معك على ود الاوس بيلدونغ حيت انا عندي الباك في 2014 وكنت فات الجامعه يعني كنت داير شعبه ديال ليستوار تاريخ يعني هذا العام هذا التالي هو اللي ما اللي حبست القرايه مشيت للمجال ديال الريستوراسيون وداك الشيء يعني واش كاينه لا بوسيبيليتي انني نمشي ولا لا هي طبعا الامكانيه دائما كاينه الواحد ما يفقدش الامل إلا قريتي الألمانية عندك حاول يعني تقرأ ألمانية تعمر الوقت ديالك لأن كيف ما ذكرت قبيلتي إلا كنت حضرتي معنا في البداية ديال الروم بأن خاص ما يكونش عندك اللي السيفي ديالك فيه شوية ديال شي أوقات خاويين يعني دابا انت راك ديجا مسجل في لافاك كتقرا في لافاك وغادي نعم. ملي غادي تبدا الألمانية حتى هي غادي تحسب بأن داك الشيء راه ماشي يعني راه ماشي خاوي داك العام كيتحسب حتى هو عامر غير هي واحد الحاجه مهمه الدومين اللي غادي دير فيه التكوين المهني خص ضروري يكون عندك فيه يعني شي ستاج ولا مثلا بغيتي دير كما قال الاستاذ محمد قبيله تبغيتي دير في رعايه المسنين ولا في ك مثلا بحال تمريض وداك الشيء خص ضروري يكون عندك شي شهور ديال ستاج مثلا من الهلال الاحمر ولا من شي سبيطار ولا من شي ولا من دار اليتامى يعني ضروري خص يكون عندك شي اكسبيرينس في الدومين بالنسبه مثلا الا بغيت ندير داك الشيء ديال لوطيل متى هي كاين الامكانيه غير انا قلت لك في اي دومين بغيت دير كاين امكانيه طبعا بعد انك ما تقرا المانيا لانهم غادي يديروا معك واحد الانترفيو وغادي يهضروا معك في سكايب وهذا غادي طبعا خصك انت يعني فهمتي يعني خصك تقدر بالضبط وزائد انا خص يكون عندك الاكسبيرينس في الدومين ديالك اللي باغي دير فيه وهذا ماشي شرط غير ديال المدرسه لان المدرسه تقدر تقبلك عفوا المدرسه ولا الشركه في المانيا تقدر تعطيك الكونترا واخا ما يكونش عندك التجربه الاكسبيرينس ولا عمرك ما تكون خدمتي في الدومين ولكن هذا نعم. شرطه حاليا السفاره فهمتي السفاره يعني ريفيزيو لك الكونترا بالضبط يا لما لا ما هي شرطه اصلا يعني لما كانش عندك راه من الا ما كانش الا ما عطيتش الاكسبيرينس في الدومين اللي عاد تقرا في دير فيه التكوين المهني راه اصلا الوراق عندك ناقصين فهمتي نعم ما يحتاجوش كاع تراتيو الدوسي فهمتي دونك خاص يكون عليك السي محمد وي يعني خاص يكون عندك ضروري في الدومين الاكسبيرينس في الدومين تفضل كاين شي سؤال اخي حسن الله يحفظك صافي غير هذا السؤال هو اللي عندي دابا الله وما تفقدش الامال لان انا قلت لك ادبي ولا ماشي ادبي راه الباب مفتوح للجميع ما كاينش فرق نعم لا ما كاينش كاع الفرق ما كاينش الفرق شكرا بزاف شكرا خويا زيد على لياقتك السلام عليكم مرحبا تفضلي بويريك تفضلي مرحبا شكرا على هذا الميتينغ مبارك الله فيك مرحبا الله يخليك انا عندي جوج اسئله لك ممكن يا تفضلي مرحبا غنبدا بالنسبه للاخ ديالي هو هذا العام عنده سنه ثانيه بكالوريا في سيونس وباغي يدير من بعد تمريض وبغيت نعرف واش الى دار فورماسيون في التمريض وخدا البي ان في لا لونغ الموند واش عنده زعما شي افاق تما في هذا الدومين ديال التمريض تما في المانيا اوكي نجاوبك على السؤال الاول ندوزو للسؤال الثاني ياك واخا مرحبا الى بغيت تفضل السي محمد ولا السي مداني ولا السي يعني جاوب انا باش ما نكونش انا كنهضر بزاف لا واش التمريض اللي باغي يدير التمريض ولا اللي عيط مسنين لا باغي يدير التمريض اوكي حيت اللي سهله انه تقبلوا بها هي رعاية المسنين يعني تحتاج فيها غير 3 شهور ديال ستاج في شي دار العجزة وواحد ديبلوم ديال الهلال الأحمر التمريض هو كذلك ما كاينش غير هو نعم كمل مختار لا نورمالمون حسب ما كنعرف انا حتى في الدومين في المجال الطبي كامل يعني في مجال كل شيء التمريض وكل شيء يعني كان كيقبلوا بزاف هذا الشيء اللي كنعرف انا ولكن بحال ما قلتي انت بان رعاية المسنين هي اكثر يعني مطلوبه اكثر
فهمت، ولكن نورمالمون كيبان لي حتى هي عندها حتى هما كيقبلوا دونك رعايه المسنين غير الباك بلس جلسوا 3 موا في ستاج في دار المسنين ولا دار الايتام وديك لا فورماسيون في النيل الاحمر. طب حيت هو اخوك يلاه تيقرا في سيزيام اني دابا؟ لا ماشي سيزيام اني، في الباكالوريا عنده ان شاء الله يدوز هذا العام الباك. اي دوز هذا العام دونك مازال ما عندوش شي اكسبيريونس ديال التمريض ولا شي حاجه؟ لا مازال، هو زعما ناوي يدير تمريض وبغى يعرف واش يدير تمريض هنايا في المغرب عادي يمشي يكمل من بعد تما او لا ياخذ الباك ويدفع تما هذا التكوين. شوفي تسمعين، شوفي اختي، وهذه نصيحه لكل اللي تسمعوا هنايا، القوانين في المانيا تتبدل كل عام، تقدر تبدل شي حاجه ديال الان. حنا الهدف ديالنا هو اننا يعني الانسان اللي بغى يمشي يكمل شي حاجه في المانيا نصيفطو باقرب اقرب وقت ممكن، انه يجلس لنا في المغرب ويدير دوزون ديال التمريض وعادي يمشي. ما عرفناش من هنا من العام شنو اي طرف المانيا، فهمتيني؟ يعني حنايا تنحاولوا تلعبوا على هذه الفتره اللي حنا عارفين مثلا هذا العام كله كي غيمشي مازال، يعني واش فهمتيني؟ قد يريسكي يريسكي تغير شي قوانين يحب اونسي جامي. من الاحسن من حد القضيه مازال محلوله، من حد المسائل كلها مزيانه، اقرب شوفي لي اقرب وسيله انه باش يمشي للالمان واقرب وسيله حيت هو مازال ما عندوش لا لي ستاج ما عنده والو، يعني هو انه يدير ديال دار العجزه حيت عليها عندهم واحد النقص يعني عويص فيها، يعني تيقبلوا بالضربه وما تيرفضوش الفيزا ديالها، يعني بزاف د الحوايج وتحتاج فيه غير 3 شهور ديال ستاج ديال دار العجزه، يعني ماشي شي حاجه. والبيعانس هذاك ضروري في اي حاجه، فهمتيني؟ اما باش حتى تيقرا عامين وعاد من عامين حنا ما عارفينش كيفاش تكون الامور في المانيا، فهمتيني؟ حيت بينهم يلا حلوها ما عرفناش. هذا الشيء علاش ننصح اي واحد الا لقى فرصه باش يمشي. دونك مي كيتجمعوا هاد الستاج ولا النيفو في لا لونغ والهلال الاحمر، هذيك الساعه الفيزا دغيا كتخرج ليه ياك؟ دغيا تخرج ان شاء الله. يقلب على الكونترا ديال دار العجل ماشي غيدفع التمريض ماشي مشكل، خصو عاوتاني ستاج في شي حاجه ديال التمريض في كلينيك ولا شي حاجه ولا هذه، وباش يدخل كلينيك ما يبغيوش يدخلوه هكاك الا ما كانش عنده شي ديبلوم جو كوا. ولكن غادي ننصحك يعني اهم حاجه بعدا يقرا المانيا ويجيب لي ستاج وداك الشيء ويدفع لكل شيء واللي تقبل يمشي، يعني ماشي هو راه دفع لاي ضمان بغيتي. اصلا رعايه بحال ما قال لك استاذ محمد، رعايه المسنين والتمريض راه هو نفس الدومين، راه في العام الاول كيقراو كلشي بحال والعام الاول والثاني وكيخدموا. انا كنشوف عندي اصحابي والناس كنعرفهم كيديروا هذا الشيء، كيخدموا تقريبا في كلشي، كيديروا لنا الشيء حتى من بعد كيتخصصوا التمريض كيمشي كيتخصصوا يعني بزاف في السبيطار، والاخرين كيبقاو في دار العزاجه، ولكن يدفع هو لكلشي ما غاديش يخسر. ولكن محمد القرايه يدفع لكل شيء ما غاديش يخسر. بحال ما قال لك استاذ محمد راه رعايه المسنين حتى هي مطلوبه بزاف، ولكن في اخر المطاف يعني ما غادي يخسر والو، ما غاديش بالضبط. ودابا رعايه المسنين ملي كيمشي تما كيبدا الخدمه ديريكتومون ماشي كيتفورما هو الاول؟ لا كيديروا كيبدا التكوين مكون من جوج اجزاء، من المدرسه ومن الشركه، دونك كيخدم هو على حساب المدارس وعلى حساب الجهات. مره كيديروا نهار ديال المدرسه نهار ديال الشركه، مره كيديروا مثلا ومن بعد ولا في العام الثاني كيديروا سيمانه هكا وسيمانه هكا، دونك يكون مكون من المدرسه ومن الشركه، ومن طو كيكون عنده سالير على حساب كي كيبدا ب 7000 8000 9000 10000 درهم على حساب، يعني اذا ما كيحتاجش يكون عنده ان كونت من هنايا. لا حاليا ولا واحد الشرط هو ان يكون الشخص اللي يكون عنده اللي خص الكونترا تكون كتجاوز ابتداء من 950 اورو. لكن عندك 950 اورو في الكونترا بحال ما قلت، لان الاسبيدو كيتكون من الشركه ومن المدرسه، دونك الشركه خصها تعطيك من 950 اورو فما فوق باش ما تحتاج كونت بنكير. ولكن نفترضوا الا عطاتك مثلا 900 الاورو ولا 800 الاورو، دونك هذاك الديفيرونس اللي بقى كتكمليه كتبلوكيه في الحساب، يعني تقدر كل واحد وكيفاش يقدر بلوك الواحد غير مليون جوج، يعني ماشي شي حاجه كبيره. صافي هادشي اللي كاين. شكرا بزاف. السؤال الثاني عنده علاقه بيا انا، سبقت خويا عاد جيت لي انا دابا
انا خدامه وكنفكر ان شاء الله نمشي لالمانيا نخدم تما. غير هو لو ميتي اللي عندي ولا لي ديبلوم اللي عندي كاين في كونطابيليتي اي فينانس. عندي ان ماستر في بنك اي مارشي فينانسي، عندي ليسونس بروفيسيونيل في تكنيك كونطابل اي فينانسي، وعندي ان دي او تي في تكنيك كونطابل والباك بيان سور ايكون في ليكونومي، وعندي اون اكسبيريونس ديال بلوس دو 5 ans. وبالنسبه لي لونغ عندي فرونسي اونغلي ونيفو 1 في الاسبانيول. الالمانيه صراحه كنت يلا بديتها مي ما كملتش، باقي ما خديت حتى شي نيفو فيها. بغيت نعرف البروفيل ديالي شنو ممكن ندير تما. نعم لونغ اللي عندك، لونغ اللي عندك فيها شي سيرتيفيكا؟ لا لا الانجلي اللي قرينا في سكولير وصافي. اوكي بس تفضل استاذ محمد. شنو بغيتي؟ واش بغيتي تدفعي خدمه ولا شنو بغيتي تدفعي؟ بغيت نخدم تما. الخدمه بروسيدور سهله، وانا كتكونتاكتي ديريكتومون مع الشركه. عندك جوج ديال لي بروسيدور، يعني اما الشركه دفعي باللونغلي بشي سيرتيفيكا ديال لونغلي بي ام ديال الايلتس ولا توفل، ولا دفعي بالبي ان ديال المانيا. واخا اللغه ماشي مشكله، ماشي شرط نورمالمون، ولا قبلتك الشركه بدون اي يعني بدون هذه ماشي مشكل، ولكن البروسيدور هو ان بي ان بي ان كونطرا دو ترافاي. كونطرا دو ترافاي دونك الى لقيت الكونطرا راه داك هو اللي عليه العمده. هو اللي عليه العمده، هو اللي عليه العمده. الكونطرا دو ترافاي والبي ان سيتو بالضبط، الكونطرا دو ترافاي والبي ان. ولكن بحال ما قال لك استاذ محمد، الالمانيه الله يخليك راه ضروري، ما فهمتي لا لا دي عرفتها، هذا ضروري منا المسلمين. وثاني حاجه باش نقول لك، هما يعني واخا تقول لهم عندي عندي هما تيبغيو كل شيء يكون عنده سيرتيفيكا، يعني الا قلت لهم عندي لونغلي ضروري خصك تجي سيفيكين عندك لونغلي، يعني خصك السيرتيفيكا ديال الايلتس ولا التوفل ولا هذه ضروري، فهمتيني؟ ضروري باش سينو كاين حل اخر سهل الا بغيتي، هو انك تدفعي مثلا الا جاتك مثلا تقدري تدفعي تا ماستر تما، حيت بزاف تيمشيو مثلا ماستر وتيمشيو تما عاد تيقلبوا تما على خدمه. ندفع بحال الا غادي نقرا الماستر تما. فوالا هذه الا دفعتيها حنا غنتكلفوا لك يعني بالدوسي ديالك من ا حتى زد، يعني ملي قريتي البيع ومين تمشي تما ديك الساعه تقدي تما تقلبي على خدمه، حيت كاين اللي تيوكي تقول لك اوكي راه حنا محتاجين وهذه وتيدو معك الانترفيو، تقدر تقول لك مثلا اوكي ياخذوا شي واحد احسن في المان على انه يجيبوك في المغرب، تقدي تدفعي ماستر وتمشي تما او دفعي خمانيشان، المهم تيلعبي عليهم بجوج، اللي جاتك هي الاولى دفعي بها. غير واحد لا واحد الملاحظه بالزربه، حاولي باش ما تضيعيش الوقت، دفعي الوراق ديالك ترجميهم ودفعيهم باش يديروا الاعتراف، لان الخدمه كيحتاجوا الاعتراف ضروري. يعني من الشروط اللي ضروري خصك، لان ماشي عندها علاقه غير بينك وبين الشركه، لان في هذه الحاله كتدخل حتى واحد البيرو سميتو اغنتو في ابايت، يعني ديال يعني مكتب ديال الشغل. بالضبط تاهو كيتكلف، وهذا من الشروط ديالو انه خص يكون الدبلوم ديالك يعني معترف به، دونك حاولي وهذا الاعتراف ما كيحتاجش اللغه، دونك بامكانك تصيفطي داك الشيء من دابا، ما غادي تخسري والو، فهمتي؟ كيترجموا من الاول. نعم كيترجموا وكيتدفعوا في شي بيرو قلتي لي ياك. اول حاجه الا كانوا الوراق ديالك، كاين مثلا واحد المكتب في بون اللي معروف كيدير الترجمه، هذا كاتبين في السيت ديالو، ولكن نزيد نتاكد لك من بعد الا بغيتي من بعد. كاتبين السيت ديالو كان الوراق ديالك بالفرنسي ولا باللونجلي، ما حتاش ترجميهم، ولكن من الاحسن ترجميهم وهني راسك، فهمتي؟ باش زعما ما يكونش شويه، ولكن هذا الشيء اللي كاتبين في السيت ديالو قريتهم انا يعني في السيت، ولكن من الاحسن يترجموا. واخا بالنسبه الى دفعت الماستر باش نقراه تما، كيكونوا طالبين شي كونط على حسب لي زيتود ديالك ولي شارج ديالك تماك. بالضبط شحال السي محمد طالبين؟ 10000 اورو 10300 وشي 33، نقول 11 مليون ونص حتى 12 مليون، 12 مليون على حسب الصرف ديال الاورو. بالضبط داكو. وكنت شفت مؤخرا كيهضروا على العمل التطوعي، اللي بغى يمشي يدير العمل التطوعي. عندك المشكل دابا انت غير في الكونط البلوكي؟
لا انا دابا كنشوف حيت البروفيل ديالك انت زوين دابا كتقضي واحد القضيه الا كانت عندك اللونغلي مزيانه قدي تدفعي باللونغلي ماستر راه كاين اللي وهذه الانفو وكلشي اللي بغى يمشي يقرا باللونغلي راه كاين يعني ما حتاش يقرا المانيا تتقراي تدفعي غير باللونغلي غير يعني تتقرا يكون عندك الايس ولا التوفل بي ان ديال فيهم وتكملي تما تقراي باللونغلي راه كاين هذا البروسيدور الا كانت بالضبط هذا بالضبط سي محمد الاضافه من هذو من الحوايج اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس بان كاين البوسيبيتي انك تقرا باللونغلي فهمتي حاجه مزيانه هاد حيت الالمانيه شويه صعيبه باش تميتريزيها تقدي غير تدخلي غير تخافي مصعيبه والو مصعيباش لا لا قاصحه شي شويه هذه الدراري ديالنا تيديروا عندنا دابا اللي تيبغي يمشيو يكملوا تما اغلبيه تيكونوا تما ايكونومي تيبغي يكملوا ماستر ديالهم وتيدفعوا بالايكونومي تيجيو يقراوا على الالمانيه وتيقراوها غير باش يقراوها وامين طون تيدفعوا باللونجلي يعني ولكن خصهم سيرتيفيكا ديال ايس ولا توفل بي ا وتيدفعوا ومن طول تيقراوا الالمانيه باش يمشيو تما ما يحصلوش وصافي ولكن الالمانيه البيئه ديالها ماشي شرط هو خصك بيئه بهذيك اللغه اللي غتقراي بها غير هي واحد الملاحظه من الاحسن باش تطلعي لي شونس ديالك بزاف تقبلي باللونجلي بعض الجامعات كاين بعض الجامعات كيقول لك حنا ماشي مشكل نقبلوك غير واخا يكون عندك غير الايلس ولا الطوفل كسمح ياك ولكن كاين بعض هادوك هادو جامعات كاينين تاهما ولكن كاين بعض الجامعات باش تطلعي الشونس ديالك كثر كيقول لك حنا نقبلوك الا كان عندك الا كان عندك الايلس ولا الطوفل زائد الا في الالمانيه ولا الادو مثلا ولا شي حاجه دونك الالمانيه من الاحسن تقرايها باش ما تطيحيش باش تطلعي الشونس ديالك كثر ان تلقى الاختيارات بزاف ديال الجامعات غتحتاجها غير هو البروسيدور باش تسهلي على راسك الا كنتي يعني الا كان عندك لونجلي دفعي ومن طول تقراي فهمتيني حدا بنتي غاد فهمتيني وتبقى انت ومن طول تقراي ومن طول دافع ودوز يعني القضية ما غتساليش على الشهور تلقاي راسك شاد الفيزا ان شاء الله ان شاء الله وبالنسبة للاج لا يخليك ما كيشكلش اشكال انت ما عندك حتى حاجة خاوية انت عندك الماستر وعندك اعوام يعني ديال الاكسبيريونس ما انت ما تيشكل حتى اشكال الله بحما قال لك استاذ محمد الله كيكون عندك مشكل الا كان الواحد مثلا قرا وجلس واحد الفتره وما دار والو دونك ما كيكونش اشكال اوكي بارك الله فيك شكرا اسمح لي اخر سؤال سي طولت عليكم دابا بالنسبه اللي بغى يمشي ما كاينش بالنسبه لك العلاقه الدبلوماسيه اللي كان لا ما عندهاش قطيعه اللي كانت بين المغرب ما اثرت على والو لا ما أثرت مع الناس كيمشيو وخرجت لهم فيزا عادي واحد السيمانه جوج ما كاينش غرام مشكل صافي شكرا جزيلا سمح لي طولت عليك بارك الله فيك شكرا ندوزو لاختي سمحوا لي ولا خويا ما عرفش سمحوا لي اختي ولا خويا خلوني نسرين خلوني نسول والله يحفظه لك سول اخي زيد تفضل مرحبا زيد تفضل عفاك عندي السؤال الاول انا كنقرا في واحد المدرسه اطفاء ياك كنقراو بالضبط كومبا ياك بغيت مثلا نكمل معاكم في المدرسه ديالكم حيت ما عجبتنيش واش يمكن نكمل حيت قالوا لي اطفاء فات 3 شهور واش نقدر نكمل معاكم هذيك الشهرين ونكمل بي ام من بعد ولا شنو البروسيدور السؤال الثاني عفاك بالنسبه للتيرمين ديال اوسبيدون بغيت نسول واش اوسبيدون كيكون عنده واحد لا ديغي محدده ديال الانسكريبسيون واش كيكون مثلا غير في شهر 4 حيت مثلا تقدر تجيك تيرمين في شهر واحد وانت اوسبيدو ما محلولاش يعني مثلا حتى شهر 5 يعني داك التيرمين ما غيكونش عندك فيه كونت وبغيت نسولك غير شي حاجه واش كيطلبوا الاعتراف ديال الدبلوم على حساب اوسبيدو اوكي جاوب السي محمد انا نجاوب على السؤال الاول ممكن الى بدينا بعدا انت خي كازا بلانكا اوكي حنا تقريبا بالضاف كومباكت وهو الاتس فاي في جوج نيفوات ما فيش ثلاثه نيفوات نورمالمون مرحبا بغيتي تجي المهم ماشي مشكل على حسب ماشي مشكل ما اختلاف بسيط ماشي مشكل المهم الا بغيتي تكمل عندنا مرحبا بالنسبه لاوسبيدونغ الى اوسبيدونغ بغيتي دير ما عرفتش بالضبط شي حاجه فيها فابريكاسيون ميكانيك ميكاترونيك انت عندك فيها ديبلوم هنا في المغرب اوكي شحال في عمرك بعدا عمري 25 عام عندي ديبلوم ديال ميثود فابريكاسيون ميكانيك وعندي ديبلوم ديال جيني سيفي باك بليس دو ديال اوف بي بي تي واخا خليتي الباك باك 2013
2013 وعندك لي زيكسبيريونس ديال الخدمه هي عام ونص تقريبا وصافي نفس البروسيدور خصك دير الاعتراف ديال الدبلوم ديالك وتنشد البي اينس ديالك وتقلب على الكونترا ودفع بها الفيزا بغيت نعرف الاوس بيلدون واش كيكون ديما على طول العام ولا كيكون واحد الوقت محدد وهو على حسب او لا مختار وكاين هذاك اسمح لي شوف هذاك الشول هذاك التكوين النظري تيكون عنده واحد الاوقات كيبدا غير هما بزاف ديال الشول بزاف ديال المدارس وكاين واحد التفاوت بيناتهم فهمتي راه كنشوف احنا ان شي واحد مثلا كيمشي متاخر كيمشي متاخر انه كيقولوا له تجي في الاول شهر هو بزاف الاسباب كيولي غادي جوج سيمانات من بعد غادي حتى ثلاثه سيمانات من بعد يعني كاينه واحد داكشي فليكسيبل ماشي داكشي صاري من فيه بداك المعنى اوكي الور وكما قلنا ديك التكوين النظري كاين تكوين تطبيقي وكاين تكوين نظري هذاك التكوين النظري هو اللي كيطلب ان الواحد ما يضيعش بزاف مثلا ممكن انه يجي مؤخر شويه ولكن ماشي يجي مؤخر بشهرين بثلاث شهور وداكشي باش كيبان داكشي كيبان اكزاكتومون ان هذوك اللي كياخذوا الفيزا ويخرجوا من المغرب ويمشوا لالمانيا راه كاينين في اي وقت اي سيمانه كياخذوا الدراري الفيزا ماشي زعما راه كاين غير داكشي موسمي كاين واحد الموسم راه كياخذوا فيه الفيزا ديال التكوين ومن بعد كتوقف ديك العمليه واستنى عاوتاني لا لان هذاك على حساب المدرسه كتبدا ديك كما قلت لكم المدرسه اللي كتبدا ديك التكوين النظري هذيك هي اللي نورمالمون خص الواحد ما يتعطلش عليها اوند لحسن الحظ تيكون ديك المدارس تا هما كيبداو في واحد المواعيد مختلفه ماشي ضروري في نفس في نفس في نفس التوقيت شكرا بزاف الله يرحم الوالدين شكرا هذه باش نشرحها للجميع باش يكون عندهم واحد الفكره شنو هو التكوين المهني في المانيا التكوين المهني في المانيا مختلف على التكوين المهني في المغرب التكوين المهني في المغرب هو عامين في المانيا 3 سنين في المغرب تتقرا غير في مدرسه التكوين المهني في المانيا لا تتقرا في مدرسه التكوين المهني وتتخدم في شركه يعني على حسب هو على حسب تقدر تقرا نهار تخدم نهار تقدر تقرا يومين تخدم يوم ثلاث ايام تقدر سيمانه المهم على حسب المهم عندك عام ونص قرايه عام ونص خدمه فهمتوني ويعني هذيك القرايه هي اللي تكون في التكوين المهني هذيك التكوين المهني حتى هي بحال هكا عندها يعني تدرج مرات في العام وعندها وقتها ديال البدايه هذيك تقدر تعطل عليها اما في الشركه يعني العام كامل هو محلوله يعني تقدر تبدا في اي حاجه في اي بلاصه و تكوين مهني يعني ديال الاوسبينغ اللي في المانيا راه هو يعني تمشي سالاري حيت انت تخدم راهم تيخلصوك واحد الصالير يعني ما تحتاجش لنا واحد الكونت بلوكي هنا في المغرب يعني ما تحتاجوش فين الا لكان مثلا هذاك الصالير اللي غيعطيوك ناقص مثلا على 9000 درهم وما يعطوك مثلا 8000 درهم صافي تبلوكي هذيك يعني هذيك لا سوم ديال 1000 درهم في الشهر تجيك مليون في الشهر ولا مليون ونص ماشي شي حاجه كاينه واحد المساله اخرى ملي كيشوف في الشركات هذوك اللي يدير معاهم التكوين بحال اللي هذاك التكوين النظري فاتك ملي كيشوفوا فاتك يعطيوك اتيستاسيون زينه ديال ستاج مثلا كيشوفوا بانه مازال لك 3 شهور عاد الفورماسيون ديالك التكوين تاعك دونك وكيبغوا يستافدوا منك هذاك 3 شهور اللي من قبل الور كيعطيوك اتيستاسيون شهاده اضافيه انك تعمل عندهم يعني ستاج حتى هو مخلص هذاك ستاج اوكي شكرا سي مدني الله يحفظك بارك الله فيك المهم مختار بغيت نذكر عي واحد ملاحظه الله يجزيكم بخير مرحبا طفيو الميكرو ديالكم الله يخليكم كاملين لان كاينشوف باش ما يكون شويه ديال التشويش باش نسمعوا مزيان ونستافدوا كاملين تفضل اخويا مرحبا سي مختار وي اخويا تفضل كنت ديجا جيت للبيرو ديالكم والله سويك سي مراني فاش كنت نغرى هذا اللقاء كنشكركم كاملين مرحبا بالنسبه استاذ انا خديت دابا عامين دابا خديت البكالوريا ديالي وبغيت ندير الكتروميكانيك هيدروليك ياك وبالنسبه لي انا دابا هاد عامين تقريبا ما درتش فيها شي حاجه اللي كيفاش كنقولوا مرسمه يعني في اوف بي بي تي ولا في الفاكولتي ولا شي حاجه قريت غير في بريتيش اكاديمي لانجويج وقريت في سي سي اف
وابخي درت واحد الفورماسيون غير ديال غير زعما باش نعمر بها وقت درتها ديال الكونطابيليتي. واش ممكن انني ندفع نقرا لونجلي؟ تفضل السي مدان. السي مدان الله يحفظك. جاوبوا كيفاش كيفاش تدفع بالانجليزيه؟ واش تعمل تكوين بالانجليزيه؟ تكوين نظري تكوين مهني بالانجليزيه. هاد التكوين ديال 3 سنين واش يمكن ليا ندفع ليه بالانجليزيه؟ وا شوف هو يا تكوين نورمالمون يعني اللي جاري به العمل هو ان التكوين باللغه الالمانيه كي ماشي تكون بالانجليزيه. هذاك التكوين تكون بالانجليزيه غالبا تكون مدارس امريكيه ولا بريطانيه وكتخصك تخلصها وكتكون واحد التكوين يعني عالي بزاف يعني غالي 20 يورو ولا شي. ها كيكون خارج على هذا الاطار كيكون عاوتاني عنده قوانين اخرى. هذاك بوحدو انك دير فورماسيون انجليزيه لا يعني لحد الان ما نعرفش انا حتى شي واحد يعني تبعنا يعني لو تقول راه المئة تبعناهم جامي ما عرفنا شي واحد خارج يدير التكوين سيرتو واحد التكوين اللي اصلا في المانيا كيديروه بحال ما كنقولوا حنايا البروفي يعني التاسع العام التاسع الو في المانيا ما كيطلبوش الباك لان الا طلبوا الباك صافي دراسه يعني دراسه جامعيه. لا هو واحد التكوين اللي بالنسبه للالمانيين حيت ممكن انا كديرو مع لي زالمو هو راه ماشي ضروري راه ما راه موجه صون فرصه للاجانب. هو غير المشكل اللي وقع لهم في المانيا كاين بعض واحد النوع واحد الفئات ديال 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 التكوين يعني لي زالمو ما كيتهربوا منه ما كاينش الاقبال عليه من طرف الالمانيين. هذا هو الفرق. اما هو يعني هو موجه حتى للالمانيين وما كيطلبوش من الالمانيين راه ما كيطلبوا غير كما كنقولوا حنايا العام التاسع يعني غير البروفي النهايه نتاع الكوليج يعني التكوين بالانجليزيه. وانت اصلا غادي تخدم سميتو يعني عندك الكونتاكت غير مع لي زالمون ولا شي حاجه يعني صعيب ان كيبقى عندك عائق ديال اللغه يعني دائما يعني واخا يكون عندك لانجويج واخا تكون فيه افونتي يبقى عندك عاوتاني اشكال ديال تقرا الالمانيه. هذيك اللغه وراس مالك من بعد ملي كتخدم مثلا وكتسالي ديك الفورماسيون اللي كتخدم فيها ملي كتكون عندك كيعرفك السوسيتي ديالك اللي كتخدم معها كتعرف بان عندك لي لونك. هذيك واحد البلوس عندك على الاخرين اللي هكا لان هذيك الشركه في اوروبا راك عرفتي حال الاوروبي اللغه الانجليزيه راها معروفه في العالم كامل. ملي كيكون عندك افونتاج بحال هكا عندك فرنسي ولا عندك انجليزيه راه ما عليك ما بيك اتصل بك لا سوسيتي ديالك وتقول لك حنا محتاجين فيك هنا حنا محتاجين فيك فرنسا حنا محتاجين فيك في دبي حنا محتاجين فيك هنا حنا يعني هذا هو هذاك واحد لافونتاج اللي غي الدور ديالو غادي يلعبوا من بعد كيبان قيمته كيتبان الاهميه. انا استاذ مداني انا كان عندي انا كنت بغيت ندفع هنا في المغرب ولكن كان عندي عائق واحد وهو اللغه اون فرونسي. انا فرونسي ما شخصيا ما كنحملش نقرا بها وما باغيش نتعلمها يعني واحد اللغه اللي ما دخلتش ليا الراس. قلت نتعلم لونغلي ونقرا بلونغلي مشيت درت بريتيش اكاديمي وتنقرا في الدار او ميم طون وقدرت خديت الاليمنتري في بريتيش اكاديمي بقى عندهم سيرتيفيكي مزال ما جاش عندهم. وكندفع للجامعات كندفعت لتركيا دفعت لقبرص دفعت لتشاينا دفعت لبزاف ديال الدول دفعت لجورجيا دفعت لبزاف دول تقبلت فيهم. وكنت بغيت نجي جات كورونا صافي حبستنا هادشي على جرب. ملي كنت جيت عندكم الفيرو صحت ليا مادموزيل ليلى حاجه اخرى وتسنيت حتى يوقع اللقاء. هادشي علاش. بالنسبه لاستاذ واحد السؤال بالنسبه الى التكوين المهني سالت 3 سنين واش كتسالي الكونطرا مع شركه ولا كتبقى غادي معها؟ لا هو نظريا نورمالمون راه هما ماشي غيكونوك باش تقول لهم الله يعاون. هما كيكونوك باش يحتفظوا بك ماشي ما كاينش يعني هذيك غير مطروحه انا المساله انني نكونك ونقول يلا هذا باش تقول لي من بعد لا انا ما انا لقيت محسن منكم زعما يعني هما ما عندهمش هادوم في الهدف في البلون تاعو. اوكي كتكون حاله نادره بزاف يعني ربما 0.1% اللي ممكن تخدم دير عندهم الفورماسيون ولا تكون مهدي 3 سنين ولا هذا وفي الاخر ما تخدمش عندهم. الا كانت مثلا مؤسسه ظروفها الماديه تغيرات ولا شوف شي حاجه اما هما ممكن يكونوك على ود انك غادي تبقى يحتفظوا بك هما.
اون بليس دو ساس المدني راه يعني واخا يعني واخا مثلا افترضوا كاع ساليتي التكوين المهني ديالك خديتي الدبلوم ديالك قالوا لك الشركه خويا اسمح لينا حنا ما غاديش ما عندناش بلاصه فين تخدم معنا بحال ما قال السي المدني ربما الظروف ماديه ولا اي ظروف كيعطيوك عندك الاقامه ديال مثلا برلين كتعطي عامين ولا ثلاث سنين واقيلا عامين ديال انك تبحث بالضبط انك تخدم تقلب على خدمه ولكن راه من صراحه يعني ممكن خليني نقول من شبه مستحيل انك ما تلقاش خدمه من بعد ما دير فورماسيون في المانيا او سبيلدم وداك الشيء ونكاع نفترضوا انت ما لقيتيش خدمه هذه الافونتاج استاذ مختار عمرنا سمعنا بهم في المغرب يعني عامين في المانيا راه ما راهش حاجه لا من بعد ما كتسالي الدبلوم ديالك ونفترضوا كاع الا ما لقيتيش الخدمه مع الشركه ديال اللي درتي فيها لافورماسيون كتاخذ برلين كتعطي عامين هادشي اللي عارف انا تبدل القانون ما عرفتش الجهات الاخرين يعني لان برلين ولايه بوحدها باش تكونوا عارفين ماشي غير مدينه وانما ولايه دونك الولايات الاخرين كاين اللي كيعطوا عام ونص دابا هذه من الناحيه القانونيه ما نقولوش مثلا الا دازت عام ونص ولا عامين ما لقيتيش خدمه ربما طبعا يمدوا لك لانه ما عندهمش الرباح يديروا لك فورماسيون كله وفي الاخر تمشي بحالك ياك ولكن واحد الملاحظه نفترض نعطيك اكزومبل غير نعطيك اكزومبل بسيط وصافي نفترض مثلا واحد دار فورماسيون في الانفورماتيك مثلا ولا ميكانيك ملي ما غاديش يلقى الخدمه غادي هذاك المكتب ديال التشغيل اللي كيتسمى اكنتو في ابايت ملي ما كتلقاش خدمه كتقول هاد السيد هذا علاش ما لقاش خدمه اشنو المشكل كيجلسوا معاك يقول لك شنو هو المشكل ديالك كتقول له مثلا ما لقيتش خدمه ربما وكيشوفوا كاع لي زيمال ديال الشركات ولا فاش كتدفع لهم وما كيرفضوك كيقول لك بانك انت مثلا نعطيك اكزومبل بانك ضعيف في البروغراماسيون ياك هذاك الاكنتو في ابايت ولا وكاله التشغيل معاه في الترجمه ديال بالعربيه كيفاش ولا نقرب مرحبا مشكل ياك السي مداري بحال لانابيك هي هذه وكالات هي عندها نفس الدور اللي عند لانابيك في المغرب نفس بالضبط لانابيك نفس هذه كتقول لك اسيدي حنا ما عندناش الرباح انت تبقى جالس وما كتخدمش دونك غادي ندير لك واحد الفورماسيون ديال 6 شهور ولا عام ديال ديال مثلا بروغراماسيون باش تولي مزيان ولا ديفلوبين النيفو ديال بالضبط ولا شي لونغ ديال بروغراماسيون بحال سي سي بلس سي بلس بلس ولا جافا ولا شي حاجه كيدير لك هاد الانفورماسيون كيتزاد لك في السي في ديالك من بعد كتدفع كتلقى خدمه دونك راه ما شوف ما نكذبش عليك راه احتمال انا ما شخصيا ما عايش في المانيا ومازال عايش يعني راه 8 سنين ما عمري شفت شي واحد كمل الدبلوم ديالو ما لقاش خدمه هذه باش نكون بالنسبه في هذه الحاله وكيعطوا هذه المده ديال عامين هذه المده ديال عامين بالنسبه للشركه اللي كان ديجا داير فيها فورماسيون ديال 3 سنين واش كتبقى تعطيه بورسونتاج زعما ولا ما صافي المصروف ما كيبقاش يدخل لي ما عنديش ما نقدر تاخذ هذيك عامين لا دابا 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 الشركه كتعطيك كتخلصك لانك انت داير معها كونطرا وخدام عندها فهمتي دونك ملي غادي تسالي عامين كاين الامكانيه ديال الشوماج ولكن ما غاديش توصل للشوماج ان شاء الله صافي الله يحفظك استاذ مختار الله يحفظك دابا قلتي دابا الباب الوحيد والحل الوحيد هو انني نقرا البي 2 هنايا في المغرب عادي كليانت انا ما قلتش هاد الهضره قالها شي واحد من الاخوان اللي مسيرين زعما انك تقرا البيدو لا اوبليج حين دابا كما قال لي ان لونغلي ما غاديش نقرا بها لا واش البي ان ولا البي 2 قصدك البي ان لا هذيك ضروري من الاحسن تبدا المانيا في اقرب وقت يعني ما كرهتكش تبدا من البارح بالنسبه استاذ اوتوماتيكمون ملي نسالي ناخذ البي ان واش يمكن لي ندفع هذيك الساعه ولا غادي نتسنى حتى يكون الباب مفتوح لا شوف اخويا شوف اول حاجه تقدر تدفع قبل ما تاخذ الشهاده يعني تقدر مثلا كاع قبل ما تاخذ بي ان الامكانيه ديال التدفع راه بحال ما قال الاستاذ المديره ما كاينش واحد الفتره ديال التدفع التكوين المهني تدفع في اي وقت غير هي المشكل اللي ممكن تطيح فيه هو انت واش واجد لغويا انك دير واحد الانترفيو معهم ولا لا هذا هو المشكل اللي كاين بالالمانيا شوف خويا حمادي مرحبا ما تخافش اخويا راه كل شيء دوزو كل شيء مشى ما غاديش يكون احسن منك راه حاجه ونقول لك واحد حاجه شوف انا اقل حد هو انا ما نكذبش عليك اقل حد راه هو انا لا والو شوف
اسمح لي اسمح لي شوف خصك تستشار مع الناس اللي في دوك وصافي فهمتي هذاك هذاك سميتو ديك الحديث اللي يمكن يكون على الانترنت ولا شي حاجه هو اصلا كتكون داك الشيء موجدو يعني كتكون انت يا عندك هذاك المعارف الاوليه ديال اللغه الالمانيه وكتكون ديك الاسئله اللي يمكن تطرح ولا ديك الاجوبه اللي يمكن تعطى هي اصلا كتكون انت مسبقا موجد شي حوايج يعني ممكن انك يفاجئك بهذا يفاجئك بشي سؤال ولا جوج ولكن بصفه عامه هما يا شوف هما يا كيدو في واحد يعني في واحد ماشي لانك حصلتي في واحد السؤال ولا شي حاجه انطباع شامل كيفاش كترياجي كيفاش كتهدا كيفاش كتبين بانك انسان يعني عادي ماشي راه غادي يعطيو يجي شي واحد يتكون عندهم مثلا عنده شي مشكل هكا في شكل في الكاركتر ديالو ولا شي حاجه كينفعل ولا كيتعصب ولا هذا لا 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 بالعكس هما يا ما فهمتي اصلا ملي كيقول لك وكنديروا لهذاك نديروا معاك هذاك الحديث عبر الانترنت هما اصلا موجدين ان تقريبا مقبول وما تنساش واحد الحاجه راه ماشي غير المغرب اللي كيتصل بهم راه الافغانيين كيتصلوا البرازيليانيين كيتصلوا من الكاميرون كيتصلوا من العالم كامل كيتصلوا باللي زالمو عندهم واحد التجارب معاهم انت نورمالمون التجارب مع المغاربه هي ايجابيه بصفه عامه يعني على الاقل قبل ما يمشيو مع كامل الاسف كاينه واحد الفئه ديال المغاربه ملي كنمشي لتما ما كتلتزمش كيسمحوا مثلا فداك التكوين كيسمحوا فيه ويمشيو واخا يقلب على شي حاجه اخرى ولكن بصفه عامه المغاربه زعما في هذا يعني مقبولين عندهم واحد السامباتي عندهم واحد استاذ مدني اخر سؤال بالنسبه الى دفعت قبل وجا الانترفيو قبل انني ما ناخذ البي ان واش كاين واش يمكن انه يجي سؤال يجي الانترفيو قبل البي ان ولا حتى كتاخذ البي ان عادي يمكن لك دير مقابله معه هو اصلا هذاك الانترفيو راه ماشي قدر محتوم صنفر صغيكون يعني بحال اللي كتقول الا تبعنا الحالات كتشوف 50% اللي عندهم هذاك الانترفيو وعاد انت كتكون حتى الا ما داش الانترفيو الاول مزيان راه كدير واحد المناعه لهذاك الانترفيو الثاني كدير له واحد المناعه وكتعرف اكزاكت ومو شنو مطلوب منك ماشي بالعكس داك الشيء يعني كيفيدك المراحل اللي عاد تجي من بعد وعاد هو ماشي ضروري اوكي راه ماشي 100% كاين ديك الانترفيو شكرا استاذ سمحوا لي الشباب اللي عطلتكم سمحوا لي بزاف لا مرحبا على راسي الله يحفظك اخي حمادي شكرا نسرين واه تفضلي اختي السلام عليكم بون شكرا بزاف على الريونيون الله يجازيكم بخير بون انا عندي باك ب سيونس اكس بريس 15 ابري قريت عندي ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي اون لوجيستيك ايروبور شوير اي جيستيون دو فريت من وراها خديت لا لوجيستيك خديت لا ليسونس بروفيسيونيل ديالي في لا لوجيستيك اي لوجيستيك اي ترانسبور وخدمت اون فوا خديت ديبلوم خدمت جوسكا ماتنو مي فسولت قالوا لي كوم كوا زعما الا كنت غادي ندير اوس بيلدونك في لا لوجيستيك هما كيعطيو لا بريوريتي لي سيتويان ديالهم فحال هاد لي دومين الوغ كو كنفكر باش نابوندوني الخدمه وندير اون فورماسيون في لانفيرميري ولا شي حاجه هكذا الوغ شنو هما لي كونساي ديالكم حال بلاج ديال شوف 25 سيمو تفضل سولت على لاج ديالها 25 عام وي تفضل سي مدام شوف اللي بغيت نقول لك زعما فري سي فري كاين بعد هذا كاين بعد الاوس بيلدون كان عليهم الضغط مع لي زالمون تيكونوا كيتخلصوا مزيان وتيكونوا مرتاحين وهذا ولكن هذاك لي ترونجي باش كيتوفق عليهم ديك لي كونيسونس لينغويستيك ديالو ديك المعارف اللغويه اللي عنده كتخلي انه كيتعادل مع لي زالمون ولا كيتوفق عليهم سيرتو هذا المجال لي لوجيستيك راه واحد المجال اللي هو انترناسيونال في الحقيقه فهمتي يعني اللوجيستيك راه ديك الحاويه اللي كنعرفوها حنايا مثلا في البناء راه خصك تبعها راه خرجت من هونغ كونغ راه جات طونجي ميد راه خصها تمشي لهامبورغ راه ما خصهاش ترجع خاويه خصها ترجع عمره ما خصهاش يعني واحد الدومين اللي هو فريمون كيطلب لي لونغ وانت بامكانك بالهذا بالمعارف اللغويه ديالك بامكانك انك تعدلي مع لي زالمون يعني ما تهداش
يعني ما مت... يعني ما تقوليش انا يا ما عنديش حظوظ مع في هذا المجال هذا. اللي ما عندوش حظوظ انا نقول لك الا ما كاينش هالشرط متوفر ديال اللغات. وي دونك كاينين حظوظ انني نلقي دي كونطرا دو طرافاي يعني ابار اوس بيلدون. شوف كونطرا دو طرافاي ولا سيميو انك هذاك الدبلوم تاعك اللي عندك غدير له ليكيفالونس في المانيا. بحال اللي كنقولوا هما يا هما ما كي هما الى لحد ملي كنشوفوا هذاك الشيء ديال ليكيفالونس الى كانت الفورماسيون ديال عامين في المغرب كيعترفوا كيعتبروها غير عام في المانيا. وإلا كانت فورماسيون ديال اللي كانت فورماسيون ديال 3 سنين في المغرب كيعتبروها غير عامين في المانيا. ولكن ماشي مشكل يعني الا كنت عندك فورماسيون ديال 3 سنين غادي يعترفوا لك بعامين ويقولوا لك غادي ديري عام ديال التكوين هكايا كتسمى هذاك التكوين نورمال مره كتخدمي عادي. هو الفرق غير في السالير بويسك انك كديري فورماسيون هذاك السالير ما غيفوتش واحد 1200 اورو 1300 اورو. الا مشيتي تخدمي ولا شي حاجه خصهم يعطيوك 2600 اورو ولا شي حاجه ولا 2800 ولا شي حاجه. الور هما كيفضلوا يعني حتى هذيك كتشجعوا حتى هما يتعرفوا عليك عاوتاني مزيان يتعرفوا عليك في هاد لافاز بانك تصلحي ليهم بانك غتنفعيهم هذا سي تام بلس بالنسبه ليهم اوكي اوكي وكتكملي معاهم. انا زعما يعني ما ننصحكش انك تابوندوني هذا المجال هكا الا كنتي عندك هذا الكوتي ديال لي لونغ عندك مزيان. الفرنسي بالنسبه للانجلي صراحه ماشي بزاف بالحق. الفرنسي عندي الفرنسي عندك هما كيتعاملوا مع العرب حتى هي العربيه راه هي كتنفع. حنا ما كنعطوهاش القيمه في المغرب ولكن هما راه كيعطيوهم قيمه بزاف. راه فولكس فاجن غتصيفط شي ناس عندنا يبيعوا يشرو في دبي راه شي شحال ديال الفورماسيون عملت ليهم في العربيه وشحال عملت ليهم في لا كولتور العرب وكيفاش يسلموا على العرب كيفاش يتواضعوا معاهم كيفاش هكا. هما راه كيعطيو قيمه شي حوايج حنا كاع ما كنعطيوهم قيمه. داكور دونك نحاول نقلب على الانجليزيه واخا يكون عندك غير داكشي ديال دو باز ال ا دو ولا شي حاجه. وي عندي لي نوسيون دو باز. وي عندي لي نوسيون دو باز. داكور ميرسي. او بالنسبه ليكول ديالكم واش زعما كتقدم بحال هاد لو جون ديال لي سيرفيس كتكلف بلو دوسيي من الاول حتى الاخر وهذا؟ حنا كنشوف حنا الصراحه راه كنتبعوا حنا الا بغيت تقولي راه ماشي كنبيعوا لي كونطرا ولا شي حاجه. حنا ما نقدروش نقولوا داكشي هو داكشي اصلا منع ولكن راه كنتبعوا جميع الخطوات اللي كتخلي الواحد حتى ديك الفلوس ما يخسرهمش. هذيك في الحقيقه الواحد الى اضطر راه كاين ناس ديال داكشي كيقول لك عطيني 3 مليون عطيني 4 جبت لك كونطرا. اما حنايا كنوجدوا معاك الدوسي يعني سوليد واحد الدوسي متقون ما فيهش الاخطاء وكنتبعوا داكشي بحال عيل شتي على لتر دو موتيفاسيون انك ديري واحد لتر دو موتيفاسيون كتدافعي فيها على البروجي تاعك. راه هذه اهم حاجه في داكشي. كاين اللي ما كاين اللي ما كيعطيش القيمه لشي حوايج تيكون عنده فلوس زايدين ولا شي حاجه وكيوصل وكيعطيهم لواحد اخرين. المهم هذيك حنا الحالات اللي تبعناهم على الاقل 70% 80% ما كلفاتهم حتى حاجه ما كلفاتهم هذاك الكونترا غير هذوك اللي ما قدروش يصبروا واللي زعموا هذا كيسمع شي واحد هنا شي واحد هنا وكيمشي كيعطي لك فلوس. داكور دونك نقدر نبدا في لي بروسيدور ديال الدوسي من دابا يعني ميم سي باقي ما دوزتش ليكزام ولا شي حاجه هكا. هذاك الشيء في ليكيفالونس ممكن تبداي. اما بالنسبه للغه راه خصك تافونسي شويه في اللغه كما قلت لك كما اللي يطلبوا منك دير شي انترفيو هادي فهمتي. ما نساوش انتيا كتسبتوا هذا المجال ديال لوجيستيك يعني خصك تبيني بانك عندك يعني على الاقل ديك الادو ولا عندك الادو وكد الا طلعتي الادو شوف راه اللي كيطلع على ان مزيان راه تيكون عنده بزاف الحوايج ديال الادو. واللي عنده عاوتاني الادو مزيان راه تيكون عنده بزاف ديال الامور ديال البيئه اكسيتيرا. واللي عنده البيئه عاوتاني مزيان تيكون عنده بزاف الحوايج ديال الادو. يعني خصك على الاقل تعملي الادو باش كتسمي يعني عندك واحد الاستعداد ان الواحد مثلا يوجدك لهذه ويوجدك لهذه وهذا. وحتى هما زعما كي شوف هذاك الشيء هما بعد المرات هما كيشوفوك لا بيرسون هكا
واخا كل شي حصل اقصى وما كيكملوها من عنده. داكور ميرسي ميرسي بوكو لا جازيكم بخير. اولا نضيف ابراهيم بغى يقول شي حاجه. تفضل خويا ابراهيم. السلام عليكم. ابراهيم بلاتي الله يعطيك ستر عاين. انا سحبني يا ابراهيم واحد السيد كيسال على جلسه. لا لا غير سحبني نقول سحبني نقول شي حاجه ولكن صافي ما كاينش مشكل. انت اللي بغيتي الدار. لا ماكش انا بغيت نهضر صحابي تحمي عيطي لي. بالنسبه للخوله شوف ابراهيم الله يعطيك الصحه استنى غير شويه. شكون اللي كلم بعد خوله سيمو؟ راه عندها عاوتاني البروسيديو الا بغات تدفع مثلا الشوديوم الدراسه ما طبقاتش هي كامله. يعني ميم سي عندي بروفيسيونيل يعني سيمي بوبليك نقدر نكمل ماستر ماشي مشكل. ولكن يعني عندك هذاك الشيء بروفيسيونيل ياك؟ وي بروفيسيونيل. بروفيسيونيل شويه صعيب في الحقيقه. هو كي بالنسبه للماستر كيبغوا داك الشيء ديال ليسونس فوندامونتال. بروفيسيونيل شويه كاينين ثلاثه ديال المؤسسات الا بغينا نقولوا في المانيا اللي كي يعني كيقبلوا هذاك هذا. ولكن كما قال الاستاذ محمد ممكن او فان كونت هي محتاجه وحده. وي دفعي عاوتاني حتى هي عاوتاني تقراي الباشلار تا هي بوسيبيليتي. اوكي دونك سي با لا بين باش ندير فورماسيون في لافيرميري ولا نبعد على الدومين ديالي ولا هكا. لا انا كنفكر شوف حتى لان ما نساوش واحد الحاجه هي العمليه فيها جوج ديال الامور. فيها الكونترا هذاك الكونترا في المانيا كتجي يعني في نهايه الامر كتجي ما كتشوف حتى شي واحد مثلا عام هو كيقلب على هذا الكونترا وما جاتش هي اون فانو كاتجي. ولكن كتبقى واحد المرحله اخرى اللي هي مهمه هي السفاره الالمانيه في الرباط. وهذيك السفاره الالمانيه في الرباط خاصها تشوف واحد الدوسي اللي هو فيه لا كونتينيتي. ماشي مثلا انا بديت هذه المرحله وسمحت فيها عاوتاني جات واحد الوقت عاود بديت هذه عاوتاني ومشيت لهذه يعني سي ميو ان الواحد يحافظ على ديك الاستمراريه. انا تكونت في هذا المجال وانت باغي نمشي لالمانيا عاوتاني نكمل في هذا المجال سي من الاحسن. صافي داكو ميرسي بوكو. اوكي العفو. شكرا اختي مرحبا الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام. شكون اللي وكنظن انا شكون اللي كان من بعد اسمح لي الله يخلي الله يخلي. شوف انا راه كنعاود ونعاود الاخوان ربما اللي جاوا جداد انا ما اقدرش نعرف حيت انا ماشي موديغاتور ديال الروم ما اقدرش نعرف شكون اللي كان الاول شكون كان الثاني. انا كنظن هدى هي اللي كانت بعد هذا. صافي نعطيو الكلمه لاختي خويا زكريا صبرتي واحد دقيقه ونوصلوا. نعطيو الكلمه لاختي هدى تفضلي. مرحبا الله يحفظك. شكرا. وفي نفس الوقت كنستافدوا كاملين. تفضلي اختي هدى. ميرسي دافونس على هاد الجروب دريانيو. مرحبا. انا دايره سونتر او اف بي بي تي سبيسياليزي جيني تيرميك اي فوا. هاد العام عندي دوزيام اني وبغيت ان شاء الله نكمل في المانيا. مرحبا. كلشي موجود. شكون اللي يقدر يجاوبها؟ سي مدني سي محمد. عاودي التكوين ديالك عاودي مرة أخرى. هو فورماسيون ديال عامين عندك ياك؟ هاد العام عندي دوزيام اني. اش من دومين؟ من دومين؟ انستيتيو سبيسياليزي جيني تيرميك لي فخوا. شوف هو التكوين ديالك نورمالمون قلتي غير عامين ياك؟ الور نقدر نعرف سميتو الباك ديالك واش هو يا فيه 13 ونص الفوق ولا 13 ونص التحت؟ لا ما عنديش الباك انا نيفو باك. نيفو باك يعني بغيتي ديري التكوين المهني اسمح لي ولا ديري القرايه؟ بغيتي تقرا في المانيا ولا ديري التكوين المهني؟ كاين عندها نيفو باك يعني ما عندهاش الباك ما يمكنش دير القرايه. لا زعما لا حنا غير كنشوفوا زعما هي دابا بعدا شنو بغات غنشوف الامكان. التكوين المهني كنظن المهم كان ممكن علاش ما يمكنش عندك نيفو باك زائد ديبلوم نورمالمون ممكن حيت بحال ما قال سي مدني قبيلتي نتمنى الا كانت المعلومه غلطه يصح لي بان في المانيا راه كيطلبوا غير كنهضر على لي زالمون نورمالمون كيطلبوا غير النيفو ديال التاسعه ديال الكاتريام ولا السانكيام ولا بحال هكا ياك سي مدني.
هذا الشيء اللي كاين. دونك انت مادام عندك نيفو باك وزائد ديبلوم واحد ثاني، دونك في هذه الحاله الامكانيه طبعا كاينه، خصك غير تقرا المانيا. وبحما ذكرت قبيلتي الا كنتي معنا في في الاول ديال 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 الزوم ديال بان خص الاكسبيريونس في الدومين اللي بغيتي ديري فيه، مثلا ستاج ولا تكوني ديجا خدمتي ولا شي حاجه اي دومين بغيتي ديري فيه. هي كدير داك فورماسيون ديال عامين راه كديرها، هذه كتعتبر كتعتبر هو كما قلت لكم هو بالسفاره الالمانيه خص الواحد يقنعها في هذاك الدوسي ديال الفيزا، خص الواحد يقنعها بالضبط. واش كتقنعها كتبين بانك مهتم بهذا المجال، وها هي لي بروف، ها هما لي بروف، انا مهتم بهذا الدومين هذا اللي بغيت انايا، هذا هو ليسونسييل. اوكي، لا زعما اللي قصدت انا زعما هي افترضوا شي واحد مثلا قرا الميكانيك في الليستيه ولا شي حاجه، بغى يدير ديبلوم واحده، بغى يدير التكوين المهني في المانيا ديال رعايه المسنين ولا شي حاجه، زعما خاص ليكسبيريونس في داك رعايه المسنين، يعني الدومين اللي بغيتي تدفع به خاصك فيه ستاج ولا تكون شي حاجه. وعاد اضافه على الاقناع اللي غادي اللي خصك تقنع السفاره علاش بدلتي الدومين الى غير ذلك. اما مادام انت الى بقيتي في نفس الدومين اللي قريتي في المانيا، فهاد الحاله راه ما احتاج كاع ستاجات ولا شي حاجه، راك ديجا قريتي شي حاجه ياك السي مدني. الشيء اللي كاين بالضبط. اختي هدى جاوبني على السؤال ولا ما جاوبناش؟ الله يحفظك. شوف ندوزو، ما عرفتش واش اختي هدى واحده اخرى خدت. لا لا كاين كندون جوج ديال هدى. ابراهيم هي اختي هدى، شنو كنتي قلتي باغي دير لنا؟ شنو الدبلوم كنتي شنو باغي دير لنا؟ تخصص في المانيا سبيسياليزي جينيتيكنيك اكوا. انا بحال دابا انا مهم انا هنا ايتيدي هنا في لوتريش في ستراسبورغ ياك. ما عنديش فكره بزاف على هكا، ولكن كاين واحد لي زيكول ياك ملي تبغوش ماشي من الضروره تكون عندك الباك، ماشي من الضروره، ولكن غير هو الحاجه اللي عارفه حد الان هما ما تعطيوكش واحد الدعم. دابا هنا في المانيا تتخلص هما في اوفيتو يعطيوك واحد الصالير يا ولكن هنا لا، انا مكيك تقرا ولكن بلا باك، ولكن انت تخصك فيلونسي على راسك. حد الان هذا اللي عندي هاد القضيه ديال هاد الناس صحاب اللي ما عندهمش الباك، فهمتيني؟ ديك الساعه اللي كنتي تقراني في قضيه ريكورس، هذيك الساعه ما كاينش مشكل. تنتكلم انا نقلب لك غراتويتمون، نشوفوا زعما كيفاش نديروا، نشوفوا حالات ما كانش عندك حدود. نورمال عندك حدود الا بغيتي بحال ديري الطبخ ولا شي حاجه، راه كاينه هاد القضيه هادي، شي حاجه صعيبه في المانيا ما تقدرش تمشي بها. كاين شي باش في الدومين هذا خصني نقلب عليه شويه انا. شي اللي كاين ابروبو لوتريش بغيت نقول لك واحد الملاحظه للجميع، ما تطرقناش ليها، واننا كذلك تندفعوا لوتريش هي النمسا، يعني هما تيهضروا باللغه الالمانيه، عندهم تقريبا نفس البروسيدور. كاين شي حوايج هما احسن يعني على الالمانيه في البروسيدور ديال الدفع، انهم ما عندهمش هذاك الليس ا ليس بي، يعني ما كاينش مشكل الا شتي الباك ديالك ب 10 تقدر تمشي تقرا، ما عندهمش كذلك التيرمين، ما عندهمش بزاف الحوايج يعني. وهاد لوتريش حتى هما تيدفعوا بها الدراري حتى هما اللي بغا يمشي يقرا في لوتريش. كاين شي مدينات فيهم زوينين يعني يقرا فيهم بحال فيينا ولا زالسبورغ، فهمتيني؟ تهما يعني تنبروبوزيهم الدراري ديالنا، غير هي اللي ما فيهاش غير اوس بيدونغ وصافي. اوكي تقدروا دابا تكملوا، كمل سي بختار. شكرا سي محمد، الله يحفظك بارك الله فيك. سي ابراهيم حتى هو، سي مدني، ندوزو لختي، واقيلا كاينه هدى جوج ديال هدى، ياك ندوزو اختي هدى. وي السلام عليكم. عليكم السلام. اسمحي لي انا واختي عندنا دي كيسيون سي سي بوسيبل. تفضل. انا عندي ماستر، كندير ماستر اون فيت بروميير اني ديال نورو سيونس اي بيوتكنولوجي، وبغيت نعرف سي سي بوسيبل ندير انترنشيب ستاج في يونيفرسيتي المانيا. مرحبا، بغيت نسولك واحد السؤال. ماشي ديجا كنتي سولتيني هذا السؤال في كلوب هاوس؟ جو بونس با. اوكي ماشي مشكل، مرحبا. السي مداني جا انا عيف فكرتني في هذه القضيه هذه، وكنت ديجا فتحت واحد الروم في واحد الكلوب تطبيق كلوب هاوس اللي كتعرفوه، وكنت جاوبت شي وحده. ولكن السي مداني تفضل اخويا، ولا السي محمد. عاودي السؤال ديالك الله يخليك اختي. الله يجزيك بخير مره اخرى.
بغيت نعرف واش سي بوسيبل ندير ان ستاج في المانيا ستاج دو ماستر زعما. حنا بالنسبه للمغاربه في الحقيقه راه صعيب هاد لي ستاج، غير هو فهمتي الا كنتي الا كان لا شنو كنلاحظوا بان راكم عارفين هادشي مثل كل وضعيه الماديه ديال لا فامي هذا وضعيه ديال لا فامي مريحه شنو هو النتيجه كنلاحظوا بان السفاره الالمانيه عادي كتعطي الفيزا. الوغ ملي كتشوف الوضعيه العائد لا فامي كلها ماشي ديال الشخص، ملي كتشوف الوضعيه ديالو غير على قد الحال ولا شي حاجه راهو ما كيتردوا في هاد الفيزات هذا. اللهم الا كان مثلا شي واحد انجينيور ولا شي واحد ديجا يعني باك بلس 5 كنلاحظوا بانهم ساهل كيعطيو الفيزا، اما باش زعما حيت هما كيعتبروها بحال زعما حنايا راكم عارفين هاد المشاكل ديالنا حنايا كيعتبروها بحال زعما كنديروها غير واحد ديمارش للهجره السريه ولا شي حاجه. الور بحال اللي كنلاحظوا بانهم كيتردوا في هاد الفيزا هادي على حساب الوضعيه نتاع الشخص، الوضعيه ديال لا فامي ديالو، ديك الوسط اللي كيجي من عنده هما كيحكموا، هما كيجيو كيحكموا هاد لا بيرسون هذا هاد لا بيرسون هادي نعطوها الفيزا ولا ما نعطيوهاش. اوكي هذا كما قلت لك انايا الا كان الواحد مازال ما وصلش هذيك المرحله ديال باك بلس 5، ملي كيكون باك بلس 5 كنلاحظوا ما كيدوهاش في هذا العامل ديال الوسط كما كنقولوا الوضع المادي نتاع لا فامي ماشي نتاع الشخص ما كيدوهاش. داكور ميرسي. عفاك دابا انا باك 2019 وكنت كنقرا المانيا، دابا مازال ما خديتش البي ان ولكن دوزت ليكزام وبغيت نتسنى حتى نفاليدي هذا العام ونمشي ندير دي اس ا، واش امتى خصني نبدا ندفع لي زونيفرسيتي؟ اوكي بالنسبه للدفع ديال الاوني اللي كاينين في المانيا كاين جوج فصول دراسيه، كاين الفصل الشتوي والفصل الصيفي. الفصل يعني زوما زيمستا اللي هو الفصل الصيفي كيبدا في شهر التسجيل، كيبدا هو حاليا دابا راه باد يعني كيتسالى في 15 لا 15 واحد كيبدا ما كنسمعش الله يخليكم اللي عنده شي ميكرو تفاهم باش شوف بالنسبه لنهايه الاخر اجل التسجيل غالبا كنقصد يعني واحد 90% ولا 95% ديال الجامعات كيساليو في 15 واحد بالنسبه للفصل الشتوي، يعني اللي كيبدا في الشتاء وكيسالي في الصيف. بالنسبه اللي كيبدا اكزاكتومون اللي كيبدا شتنبر اكتوبر وكيتسالى في مارس ابريل بالضبط. وزائد بالاضافه سي محمد واش بغيتي تقول شي حاجه ولا ما؟ لا هي هذيك اوكي صافي اسمح لي. بالنسبه للفصل الصيفي اللي كيبدا في شهر 4 وكيسالي في شهر مهم كاين جوج فصول دراسيه اسمحوا لي، حيت ربما واحد كيتسالى في 15 شهر واحد، واحد كيتسالى في 15 شهر 7 اخر اجل التسجيل. دابا هي معنيه بالامر ديال 15 شهر 7 هذاك هو اللي كيهمها، ما خصهاش تراطي 15 يعني دي النهار خصهم يكون عندهم الدوسيات ديالهم في المانيا 15 شهر 7 يعني 15 شهر 7 خصو يكون وصل ديجا وصل لهم الدوسي. وهذا كنهضر السي المدني على واحد 90 ولا 95%، ما كاينش شي جامعات اللي كيبقاو حتى لشهر 8 ولا شي حاجه. اوكي ولكن خلينا في الاغلبيه غادي نعطيو الانفو لكلشي. الدراسه في المانيا تتكون جوج فصول شتويه وخريفيه، اوكي يعني تبدا تقرا في شهر 9 وكاين اللي تبدا يقرا في شهر 3. اوكي التسجيل ديال شهر 9 ولا التسجيل ديال اخرى وحده تتبدا الافتتاح ديال التسجيل تبدا من 15/4 وتسالي 15/7 يعني تقديرات يعني 3 شهور ديال التدفع، والاخرى تبدا من 15 تقريبا شهر 10 وتتسالي 15/1 يعني تاني 3 شهور ديال التدفع يعني فهاديك الدوغي هذه خص الدوسي يكون عندهم. اوكي كملوا. ولكن دابا انا مازال ما فاليديتش هذا العام، دونك نقدر ندفع قبل ما نفاليد؟ حيت بغيت ندير خديتي البي ان بعدا يا مازال ما عطاوناش لي نوت ديال الامتحان. اوكي ولكن انت الا انا سمحتي ربما نسولك مره اخرى، شنو كتقراي وشنو باغا تقراي في الالمان؟ واش قادي باغي تعاودي الاجازه من الاول؟ لا انا مازال يلاه بروميير اني فرنسا. اوكي مومنت شوف شنو كيوقع. حنا كما هي كاينه دائما هذه الامكانيه ديال 15 جويلي، إذا كان كيبان لك باريكزو حنا ما يمكنش تصيفط من دابا وتقول لهم أنايا بون
انا ما عنديش الدوسي ما عنديش باك بلس اه ولكن الا كنتي مثلا في الاول ديال جويلي كيبان لك انت في الاخر انت في الاخر نتاع جويلي ولا في الدوبي نتاع الاوت غيكون عندك باك بلس اه سيرتيفي بلي زاتيستاسيون يعني كيمكننا نتصلوا بهم نصيفط لهم الدوسي ديالك على ود راه ناقصه منه هاد لي زاتيستاسيون بانني عندي باك بلس اه اونت غادي يوجدوا لي في الاخر ديال جويلي ولا غادي يوجدوا لي في الاول ديال اوت هم اللي وجدوا غنصيفطهم لك يعني باش على الاقل واحد هذاك الدوسي ديالك يكون عندهم قبل 15 جويلي كيكون عندهم واخا يكون ناقص واخا يكون ناقص كيمكن يقبلوه على ود ان جوج سيمانات من بعد ولا شهر من بعد غادي يكمل كيمكن بالضبط براه هادشي اللي كنت باغي نقول بالضبط اكزاكتو انا كنت قبل من لاسا كنت في لافيستي وديجا فاليديت في شي سيمستر وشي موديل اخرين واش نقدر نزيد في الدوسي لا خصك يكون سميت وباك بلس 5 باك بلس ا آه ديال واحد هذا واحد الشعبه كتقرايها ماشي مثلا هاد الشعبه فاليديت سيمستر وهاد الشعبه هادي فاليديت سيمستر دونك بلا ما نذكر لي فيستي كاع بلا ما نذكر لي فيستي ماشي ذكريه ذكريه ماشي مشكل لا ولكن يعني لا واخا ذكرها انا عا كنقول باش يكون عنده معترف بالباك بلس اف في المانيا باش يعترفوا لك بالباك بلس اف خاص يكون هذاك يعني هذاك لاني لي فاليديتي في نفس الشعبه ماشي مثلا سيمستر في هذه الشعبه سيمستر في هذه الشعبه واخا تقوليها ولكن هما الا شافوا سمو الا شافوك ما فاليديش العام كامل يقول لك خصك ديري لاني بريباراتوار ستوديوم كوليك اه لا انا بغيت ندير الدي اس هذاك الشيء علاش صافي نشوف غير هذا العام أركز على هاد العام يكون فاليدي كامل ولا ودي اساك تكون غير بي ا ماشي بالضروره تكون عندك بي 2 لا كتبدا بالسميتو بالبي ا كيبدا داكش في المانيا كامل لا ماشي شوف هو راهما مئات المؤسسات فهمتي كل واحد الشروط ديالو فهمتي كاين اللي كيطلب البيدو كاين اللي كيقول لك حنا ما عندناش اللغه اصلا اجي مكمل اللغه جا عندك الدي اس تاعك اجي عندك تيستر حنا ما كنعطوش لي كور دو لونغ فهمتي كاين اللي كيقول لك لا راه حنا عندنا لو كور دو لونغ اجي وادي بيان سور خصك تخلصيه يعني هما ما يمكنش تعطي واحد لافورماسيون زعما راه كنطبق على المؤسسات كاملين غير هو المينيموم البي ا كيف كتبدا ديك العمليه ان الواحد عنده لي شونس ديالو انه يقلب على لانسكريبسيون ويمشي يعمل مثلا البيدو تما كاين ولا تسي ا آه ولا تسي ا آه ولا اللي كان تتفصل راه تابعك تسي ا آه حيت بتسي حتى ديري النيفو تسي ا آه عاد كدوزي داك ليكزامان ديال الدي اس ا الدي اس ا كبير ليكيفالون ديال طو مثلا ديال هذا اللي في المغرب كنهضروا بالنسبه للانجليزيه داكشي ديال توفال والايلتس نفس الشيء الدي اس ا ولا تيست ستاف اكسيتيرا هما ديال النيفو واحد ليكزامان كيدار من بعد الساعه بالضبط اكزاكتومون المهم عيب باش نضيف واحد الحاجه افضل حاجه الواحد ملي كيكون عنده البي اف كيبدا ديك الديمارش كيقلب على الانسكريبسيون كيقلب على هذا ولكن او ميم طون كيبقى مع اللغه كيدير البيدو سيرو الا سمعت ديك اللغه حتى ديك البي اف ديك النيفو البي اف ما كيبقاش كيولي على ا 2 ولا شي حاجه راه مشاو الدراري من هنا لالمانيا عملوا ديك لي زيكزام ولقاو اوكي بالضبط سي فري غير المهم بحما قال السي المدني واحد الاضافه بسيطه يعني كل ما كان الواحد قاري اللغه عنده قاري اللغه بزاف كل ما كيلقى فرص اكبر لان مثلا باش ديري غير بالبي ا بالأ دو ولا شي حاجه احتمال شويه ضعيف لان كل ما قريتي بزاف كل ما مزيان ندوزو ل كيعفاك واش ما تشوفوش تجي في البي ا بحال هكا ما تركزوش لك على شحال جبتي فيه لا ما كيركزوش كيطلبوا غير الشهاده ولكن كاين بعض الجامعات واخا تكون عندك الشهاده كتقول لك حنا بغينا نديروا واحد التيست نشوفوا النيفو ديالك كي داير ولكن هذه حاله قلال يعني فهمتي مثلا نعطيك غير واحد الاكزومبل بسيط مثلا جامعه بون كتقول الا عندك البيتس فايل بيدو ديال الجوت اجي تقرا بريبار الدي اس او دوز امتحان بلا تيست ولكن الا عندك البيتس 5 شي جهه واحده اخرى ولا ما عندكش كاع البيتس 5 اجي دير التيست ولا جبتي النيفو ديال البيتس 5 تقدر تدخل هذا غير اكزومبل بسيط صافي صافي شكرا اختي هدى الله يحفظك سمحيه بغيت نرجع للخت اكرام كاين بوسيبيتي الا كنتي بغيتي ديري
ستاج فهمتي براكتيكوم في لوتريش. انا بحال دابا عندي ناس عارف الناس حتى يجيو يجيو لوتريش يديروا براكتيكوم يديروا اي فخ باو اعطيها خا ابراهيم لكن باختصار شويه بعجاله لحظه كنت نقول باش دير ستاج في لوتريش عوض كنتي لقيتي صعوبات في الالمان كي كديرها في لوتريش فهمتي ومسهله ما عاود تقيت ني بزاف راه في لومباساد ديال لوتريش دغيا غير تتسرع. وعندي ديجا عندي دري صحابي فهمتي دي ميدسان اللي مشاو من المغرب مشاو نيشان دوزو دير ستاج في لوتريش وعاد هنا كاين تلقى الناس حتى لي زارمون كيجيو يديرو دي ستاج هنا في عادي في لوتريش. اوكي شكرا خي ابراهيم الله يحفظك. الى نتمنى نكون ابراهيم. كاين واحد السيد سميتو ابراهيم كاش ياك. السلام عليكم سي ابراهيم تفضل اخويا. مرحبا. انا عندي الباك ديال 2019 وقربت نسالي البي ان ديالي وغادي ندير دابا واحد الفورماسيون في داكشي ديال لي كويزين ان شاء الله غادي ناخذ شي دي ستاج. ولقيت واحد الشركة اللي غتعطيني الفيرت خاد. السؤال اللي عندي هو شنو هما الحوايج اللي خاصهم يكونوا في الفيرت خاد بحال مثلا شحال الفلوس خاص يديروا لي فترة تكوين اوكي واش غادي يقلب على المدرسة واش انا ولا الشركة. اوكي سي محمد الاستاذ المدني شي واحد يجاوب ولا تكلف؟ اي شوف انا مركز واحد الميساج هنا كنحاول تفضل سي محمد. واخا هو ما شحال غير باش يخص كيما قال خصها تكون عندك واحد 900 اورو شي حاجه يعني الا ما كانش عندك راه ماشي مشكل مثلا داروك في الفيرتخ ديال 700 اورو ناقصك مثلا 2000 درهم ولا 1500 هذه كتزيدها انت من عندك. اوكي سي محمد غير واحد الملاحظه غير هي المينيموم خصها تكون وقيله 550 ولا 600 اورو هذه خصها تكون المينيموم 550 هذا السميك ديال ممكن نقولوا بلغه اخرى السميك ديال اوس بيلدون ديال التكوين المين. وعندي بغيت نعرف كيفاش داير النظام ديال القرايه تما كاينه بحال مثلا شحال تيكون في التنقيط شكون اللي كينقط مدرسة ولا الشركة ولا بجوج؟ بجوج. أيه شكرا. لا كيكون سي محمد باش نفسر واحد شوية المهم كيكون بجوج كتكون كتخدم في الشركة وكيكون عندك امتحان كتابي وبراتيك يعني بحال يعني ملي كتسالي كيكون تنقيط من جهات بجوج وكاين جوج ديال الأنواع ديال الامتحانات كاين واحد سميتو تفيشين بروفونغ اللي كيكون من بعد العام الاول كنظن يعني العام الاول كيكون ولا العام الثاني ولا النص والله ما عقلت سمحوا لي بزاف وكاين امتحان نهائي دونك هذاك الامتحان اللي كيتسمى تفيشن بروفون كيكون حتى هو محسوب النقطه ديالو غير هو فهمتي يعني كيركزوا بزاف الامتحان النهائي ولكن غير باش الاخوان ما يخافوش يعني انا شخصيا ما كنعرفش شي واحد زعما في المانيا اللي مشى وما نجحش في التكوين المهني يعني ما كنعرفش انا شي واحد زعما اللي ما قدرش يكمل الا كان شي حالات المهم حالات ضعف هادشي اللي كاين. اي شكرا شكرا. اي واحد كيلتزم وما كيغيبش وما كيراطيش وما يعني كيشوفوه من ضابط ومتبع راه ناجح نورمالمون بالضبط يا كما قلتو كاينه عام ونص ديال القرايه وعام ونص ديال الخدمه ياك. لا ماشي عام ونص ديال الخدمة لا كيكون القراية والخدمة أو ميمطو في نفس عرفت يعني عرفت بحال مثلا ثلاث أيام في السمانة أو ثلاث أيام قراية بحال على حساب المدرسة أو على حساب الشركة سالف هذاك الشيء على حساب كيختلفوا شوية بالضبط يعني. أوكي ندوزو سي محمد سي إبراهيم سمح لي كملتي خويا السؤال ديالك ياك. صافي الله يحفظك شكرا بزاف. هكا واحد الحاجه يلا دابا باش فكرتها تفضل. عندي شي فراغ ماشي انا واحد العام ما درتش فيه والو اخويا بحال ما ذكرنا قبيلتي في الاول ديال الروم حاول الانسان يسميتو يعمر داك العام ما يخليهش خاوي هكاك عمرو شوف كيفاش مهم خاص يكون لان الفورماسيون مثلا ولا ياك حركة بالضبط خاص يكون يا. من الاحسن اوكي داكو شكرا صافي خويا حيت عرفتي علاش اسمح لي باش من
حيت مثلا افترضوا الا دفعتي بداك العام خاوي رفضت لك الفيزا السفاره، ما يمكنش تجي على من بعد تقول لا راه درت واحد فورماسيون سيتها، فهمتي؟ بصح هو ماشي ضروري يكون عام هكا صحيح، واخا كتقول مثلا انا عملت 3 شهور هنا ومن بعد واحد شهرين وقفت وعاوتاني عملت 3 شهور هكا، واخا يكون غير هكا يعني. المهم الكونفين متى هو ما دارش معنا مزيان. قال الكونفين مورا تاو راه كياخذوا هادشي بعين الاعتبار، ما تخافش يعني، فهمتي؟ ياك السي مدني كياخذوا الشيء بعين الاعتبار. لا بالعكس راه هما ساهلوا، بالعكس بحال اللي واحد الحاجه بحال اللي كنقولوا وعسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم، كاين اللي تعدات وهذه العمليه ديال هاد الظروف هكا يعني الا كان شي حاجه راه كتغطي له عليها بهاد الظروف، كيلصقها في هاد الظروف وهذا وكتمشي الامور. اوكي السي مدني، اكتشفت انا واحد الحاجه جديده دابا في الزوم، بان ربما ما رديتلاش البال مزيان، كاين اللي كيبغي يهضر كيهز يدو ياك يا وانت اللي كتاكسبتي داك الشيء واقيلا ياك. لا انا غير كيبانوا لي هما كيتستفوا من الاولى، كاين دابا حسام اوكي وكاين ابراهيم اوكي ندوزو عند خويا الدار اوكي ندوزو عند خويا الهواوي ابسيلون 2019. يلا شكرا لكم، الله يحفظك خي ابراهيم، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. عافاك بغيت نسولك، دابا انا عندي ديبلوم في الكتروميكانيك سيستم اوتوماتيزي ودرت لا ليسونس بروفيسيونيل في لي زينيرجي رينوبلابل، خديتها في 2018 وبقاو لي دوك الاعوام 2019 و2020، مهم شي وحدين درت فيهم ستاج شي وحدين خدمت فيهم، ودابا خدامه اوطون ك اجون لوجيستيك، ويلاه بديت لالمانيا يلاه ال ا ا، وبغيت نعرف مثلا الا دفعت الاوس بيلدينغ اشنو ندفع. اوكي شكرا. سي محمد سي مداني، ادفعي في الدومين ديالك، عندك لوتوماتيزاسيون اندستريال اي قريتي فوالا، يعني غدفعي في الدومين ديالك حيت دابا عندك لا ليسونس بروفيسيونيل، غدفعي تحاولي بحال هكا لوتوماتيزاسيون اندستريال ولا الكتروتيكنيك ولا شي حاجه بحال هكا يعني في الميشاترونيك، المهم في هاد الدومين هذا ديالك، فهمتيني؟ هذا هو اللي عندك حظوظ فيه اكثر، هو كيخصك دير الاعتراف ديال الدبلوم ديالك داكوغ، باش يعاونك بزاف ضروري خصك دير الاعتراف ديال الدبلوم ديالك، تبدا يعني من دابا تبدا الاعتراف ديال الدبلوم ديالك، وغدفعي في هذا الغيشتونغ هذا في هذا الدومين في هذا ديال لوتوماتيزاسيون اندستريال، ولكن تقدري تدفعي شي حوايج اخرين بحال ميشاترونيك الكتروتيكنيك ولا الماشين نباو شي حاجه بحال كاجيني ميكانيك ولا شي حاجه بحال هكا، ما كاين حتى شي مشكل تقريبا كلهم بحال. داكوغ صافي شكرا، الله يحفظك. شكرا شكرا اختي بارك الله فيك. ندوز عند خاي زكريا النوري. السلام عليكم الاساتذه. مرحبا، الله يحفظك. كنشكركم على هذا اللقاء هذا اللي كتفيدوا به بنادم، وشحال من واحد كيكون ضيخ وكيلقى اللي يجاوب ليه الاسئله ديالو. واجب خويا، مرحبا خويا، على هذا واجب. عندي سؤال على قبل المعادله ديال الدبلوم ديال التمريض بالنسبه للدبلوم ديال الدوله، مع خبره ديال تقريبا 3 سنين في الدومين، وبغيت نسول على لا بروسيدور كيفاش كتكون كيفاش غندفعوا المعادله لالمانيا. اوكي واش كاينه بوسيبيليتي تكلف لوبيتال بلي فري وكل شيء زعما؟ اوكي السؤال واضح. عندك فورماسيون ديال 3 سنين ديال لافيرميري مع ديال الدوله ياك؟ اييه. الله، انا كنقترح عليك حيت واحد لوكا تبعتها انايا في هذه الحلقه، المهم انت كتقول هي ما بغاش تخدم حتى اللي كانوا معاها عيطوا ليهم مشاو خدموا، هي لا كملت هذاك سميتو كملت هذاك يعني كتمنيش انا على المانيا تبعت داك الشيء الله ما خدمتش. المهم كما قلت لك قبيل بان الفورماسيون ديال عامين في المغرب كيعطوها عام في المانيا، الفورماسيون ديال 3 سنين في المغرب كيعطوها عامين، وداك الشيء اللي كان عطوها عامين، غير هي هذيك عامين هذيك عامين وهذيك العام اللي غادي ديروا هي اللي غادي تكملوا راه الصالير ديالو 1900 اورو، يعني ماشي بحال الاوسبيلدونغ عاديه. الاوسبيلدونغ عاديه سميتو الاوسبيلدونغ عاديه راها هي ما كيفوتوش 1300 اورو،
فهمت وعاطينها حتى الكونطرا ديال من بعد داك العام عاطينها الكونطرا ديال الخدمه والسالير ديالها 2800 اورو. انا ممكن هذيك السيده زعما تبعت مع هذاك الشيء كامل وبحال اللي زعما فهمتي بحال اللي كتراعي دابا ممكن ان انت يا نخليها نهضر معها فهذا ونقول تبعي معك هذا السيد وغتبع معك وهي تزيد تفيدك اكثر يعني ممكن بعد بقى معايا على اتصال فهذا ونشوف كيفاش انها هي غادي نهضر معها حيت هي راه دابا اكثر من عام باش مشات وهي غادي تبع معك اكزاكتومون وتفيدك تزيد تفيدك. اوكي شكرا. بالنسبه للتسريع كاين في الفيزا اربايت كاين اللي بغى يدير التسريع ما هو اصلا دابا هذاك الضغط اللي كان ديك المشكل ديال لي ديلي طوال وهذا راه ما بقاش في الحقيقه المانيا راه دخلوش ديك شركه ديال تي ال اس الوغ بحال اللي ما بقاوش هذاك ديك الضغط وديك المشاكل ديال عام وعام ونص وعين راه ما بقاش سواء تسريع ولا بلا تسريع انت يا بهذيك الفورماسيون ديالك يعني بالعكس شو نتمنى على المغرب ما يعمل لك شي عرقله اما المانيا تقول لك مرحبا نتمنى المغرب. لا دابا انا تقريبا انا في 60% ديال الطريق ديجا مترجم الوراق حاطهم دابا كنتسنى شنو خاصني مازال ما عرفتش شنو ندير قولي غنبقاو اتصال من بعد وغادي هذا غادي نقول لهذيك السيده يعني هي اللي غادي تتبع معك هذاك واحد السؤال اخويا هذيك 3 زون ديال اكسبيريونس واش خدام يعني خدام مع الدوله ولا شنو خدام فيهم؟ لا افيكتاسيون خدام 3 زون ديال لا فورماسيون ليسونس بروفيسيونيل بلس 3 زون ديال الخدمه ديال تقدر انا مسؤول مدني تقدر تحسب له هذيك 3 زون راهي تتحسب يعني يقدر انا نمشي نخدم نيشان يعني ما يحتاجش لا انا كنسول على الفيزا اربايت انا باغي ندفع نيشان اربايت ما راه هي غير هي الاربايت تقدر يعني يطلبوا لك في الخدمه يطلبوا ديما البيت فاي ما يطلبوش البيع هي هذيك راني كنقرا بيت زوين هذيك السيده اللي تبعت معها راه طلبوا منا راه طلبت الفيزا ديال الخدمه فهمت ولكن طلبت 75% طلبت الفيزا ديال الخدمه ماشي الاوس بيلدوك ولكن هما يا كما قلت لكم ضروري ما كيوجدوك الخدمه في المانيا راه لي مساه وكل مره كيقول لهم فيا زدني شي الماروكو فيا زدني شي الماروكو راه ما حناش في المغرب راه ما اي حاجه لي مساه اي حاجه كيديروها راه ما حناش في المغرب يعني هما عندهم واحد لي نورم وعندهم واحد الهدف مختلفين علينا انهم كيعطيوك عام باش انت كتولف على ديك لي نورم راه ماشي مشكل ماشي مشكل شكرا وعيدك لا كومونيكاسيون مع لي زالمون ما تنساش انت راه غتكومونيكا يوميا مع لي زالمون امراض ما معنى امراض يقدر كاع ما يخرج الكلمه مزيانه خصك تفهمو واش كيقول الور يعني سي با غراف انك اون اني عام وانت سكت ما بين وبين ما انت هو دو توت فاسو كيعطيوك الكونطرا ديال دو ترافاي مسبقا غير فويسك كيشوفوك لا خاصك راه لي ميديسان كما قلت لك ليكزومبل ديال لي ميديسان باش يخدم عرفتي شحال كيخدم على الجانب اللغوي ديالو شحال كيخدم عليه باش انه واخا كيعطيوهم راه كيعطيهم ليكيفالونس كيقولوا انت بهذاك الفورماسيون اللي عندك في المغرب ديال الميديسان بامكانك تمارس مهنه الطب في المغرب دابا هذه كتسمى تيوريكمون نظريا انا بامكاني ولكن عمليا نفسي عين طبق عليك شكرا بزاف الاساتذه الله يرحمكم شكرا بزاف سمحوا لي نشوف شكون الدور ديال من ديال زكريا داز لبنى بلدي السلام عليكم اساتذه شكرا بزاف الله يعطيك شكرا مرحبا لك سمحتي لكن واحد المشكل في الصوت عندك السلام عليكم لا مازال الى خطا حيد واقيلا الزيات الا كنتي دايره الزيات ما دايرهش الزيات لا اوكي دابا حاولي نشوفوا هي اطرح سؤال وصافي ما تعطلش السلام عليكم عليكم السلام تفضلي عندي ماستر في لينس في ليكول نورمال سوبيريور دي زونسين و فايت خدمت في شركه المانيه كرومبرت شوتبرت
وغير في البريود ديال الصيف. ومني مشيت بغيت المكان الألمانية في واحد ليكول قال لي تقرايها ومن بعد غدوزي امتحان في السفارة. صافي ما فهمونيش وانا بغيت شي طريقة باش اسهل طريقة باش تقدر تمشي اذا كان ممكن تسمح بليا. اوكي انت عندك ماستر فين؟ عندك ماستر من دومين في تأويل الخطابات يعني انا في المدرسة العليا الأساتذة. اوكي لينس. اوكي لينس يعني انت عندك ماستر يعني عندك امكانيات يعني عندك امكانيه انك ديري ماستر واحد اخر في هذا الدومين ديالك في هذا مثلا لا بيداغوجي اوكي علم التربيه ديري فيها ماستر بار اكزومبل. انت تقدري متى كتفكرتي في هذه الاوبسيون هذه؟ بلي انا ديجا عندي ماستر يعني الا كان ممكن انني نقدر نكمل دكتوره تما. اوكي موضوع هو الدكتوره ياك؟ المهم كان دكتوره كان اي حاجه يعني باش تقدر تمشي. دابا دكتوره بيان سور انت عندك ماستر من المفروض خصك ديري الدكتوره، ولكن شنو هو المشكل ديال الدكتوره؟ هو الفينونسمون ديالها يعني خصك لابورس. اي بروف غادي يتبع معك هذاك الريسيرش نتاع الدكتوره لا تيست نتاع الدكتوره يعني كيشرط انك عندك الفينانس ديال هذا الشيء. سينو تمشي لالمانيا غادي تخدمي يقول لك الا ما كانش عندك فينانس غادي لالمانيا غادي تخدمي وهو على حسب التجربه ديالو اللي كيخدم وكيعمل دكتوراه كيتعطى 5 سنين 6 سنين يلاه كيكمل هذا الان ما كيتحمسوش. لهادشي زعما كنقترح لك انايا الا عملتي ماستر في المانيا يعني كيسهل عليك الدكتوراه. علاش؟ فهداك لو كور ديال الماستر كيتعرى يعني كتكوني انتيا في الديبارتمون تاعك راه كتعرفوا بعضياتكم لي بروف راه عملتي مع هاد عملتي مع هاد لو موديل وعملتي مع هاد الموديل وعملتي مع هاد الموديل. هو كتتصلي بالبروف هو الا شافك سيريوز وكيشوفك كتخدمي وهذه هو براسو كيقول لك هذيك لابورس انا اللي غنجيبها لك. ولكن الا كنتي في المغرب راه ما كيعرفك حتى شي واحد راه صعيب يقول لك انا هاد لابورس هذا نجيبها لك. هذا هو لافونتاج ديال هذا ديال ان الماستر ديريها في المانيا. يعني دابا نقرا اللغه وندفع تما كانت الماستر واحد اخر تعملي واحد ماستر واحد اخر عنده علاقه مع المجال ديالك هنايا وما عندهم داكشي منوع بزاف. ولا كنتي طموحه وهذا بيان سور بغيتي دير دكتوراه ما بغيتيش تخدمي مباشره من بعد الماستر كيكون عندك هذا لافونتاج انك في الديبارتمون تاعك معروفه البروف البروف الفلان الفلاني كان خدمت معاه هذا السيميس خدمت معاه 50% ولا عملت معاه هذاك البروجي دو فان ديتود نتاع الماستر وهذا الوغ كيكون ساهل عليك انك ان الاستاذ يتوسط لك هو اللي يجيب لك هذاك لابورس. وهذيك القضيه اللي قالوا لي ديال الامتحان في السفاره يعني ما فهمتهاش يعني هذيك بعدا انايا ما كايناش هذيك ما فهمتش انا شكون اللي قال لك هذه الهضره هذيك. الى السمداني كيقصدوا في الكوت ماشي في السفاره. ايوا هي كتقول سفاره ما كنقولش الكوت. لا انا حسب ما شفت يعني بزاف ديال الناس كيقول لك كيجيو هنا كيقول لك اوكي ومن بعد واش كدوزوا امتحان عندكم ولا في السفاره كيقصدوا كنظن كيقصدوا الكوت زعما في الرباط. اما ما كاينش السفاره ما كاينش امتحان في السفاره ما كاينش امتحان في السفاره خاصك تاخذ ليهم لي زاتيستاسيون اللي مطلوب منه الا ا ياخذ الا ا اللي مطلوب منه البي ا ياخذ البي. اوكي زوك. اوكي كملنا السي مدني السؤال ديال الاخت ولا ما كملناش؟ عفاك بغيت غير نسولك استاذ على القضيه عيط المسنين يعني بلا ديبلوم بلا والو غير دير ستاج وواحد لو موف الهلال الاحمر صافي وتقدر تمشي بالضبط يا. يكون عندك غير الباك ولا النيفو باك وزايد الألمانية وكاين البوسيبيليتي تمشي المقر ديالكم نتوما. احنا كاينين في كازا قدام الكازا فواياجور غير ما عندكمش شي بواط اخرى؟ اوكي نعم اختي ما كنسمعكش مزيان. ما عندكمش شي بواط اخرى يعني شي فرع؟ كاينه في قنيطره وفي كازا بالضبط يا صافي قنيطره انا قريبه ليا. مرحبا نعطيك غير سميتو الموقع اللي وصلتي لقنيطره ولا غير تخلي السيت ديالنا غادي تلقاي الموقع تما بالضبط. ولكن في قنيطره كاين حدا النافوره يعني ما بعيدينش بزاف على في سنتروفي يعني حدا النافوره الا كتعرفيها. صافي واخا شكرا بزاف وبالنسبه للبريمونزيال
ولا صافي تمشي تما ونسول. شكرا بالضبط. مرحبا الله يحفظك. شكرا بزاف بارك الله فيك اختي لمنى. شكرا. حيت الصوت شويه كان ناقص الا كان ممكن تطفي الميكرو وندوزو عند الاخ حسام. تفضل السي حسام. السلام عليكم. تفضل السيدي. مرحبا. عليكم السلام. انا كنقرا في سونتر ديال كازا. مرحبا. المهم انا خديت الباك في 2018 من بعد درت ليستيا ديفلوبمون انفورماتيك. يلا خديت الدبلوم ديالي دابا تقريبا في شهر 10 تقريبا بحال هكاك. كنت كنخدم ديال بروجي فريلانس بحال هكا ولكن ما درتش ستاج. بغيت نسول واش ستاج واش انني ما داير ستاج واش غادي اثر عليا الا بغيت نتبع اوس بيلدونغ ولا لا. فين عندك الدبلوم عندك في الهدف في الانفورماتيك؟ ايه ديفلوبمون انفورماتيك. هذيك راه زعما كاينه واحد راه عاد خرجت واحد البنت خرجت من هنا من الانستيتي هنا ديال دابا مطل. واحد لا من كازا خرجت واحد البنت هي كانت سميتو عندها داكشي ديال الماط وكانت من الاساتذه هذيك الاساتذه اللي كيخدموا بالكونترا. الوغ حتى هي مشات كدير هذه الفورماسيون ديال سميتو كديرها الجامعه حتى هي حتى لي يونيفرسيتي ولا محتاجين في هاد محتاجين في هاد الناس اللي عندهم هذه الفورماسيون ديال 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 الريزو. اوكي يعني هذا الريزو ها ماشي ريزو ديفلوبمون انفورماتيك ديال لي زابليكاسيون موبيل ويب. شوف انت دو توت فاصو ماشي بعيد على هذاك هذا ماشي بعيد. لا حيت كاين فرق ما بين الريزو وما بين الديفلوبمون. المهم هاد لي فورماسيون كان يعني هما كاينين يعني كثيرين هاد المجال هذا راك عارف هاد المجال راه كاين يعني خصنا نجلسوا اونصومبل ونقلبوا على نقلبوا على داكشي وصافي هادشي اللي كاين. لا بغيت غير نسول زعما على لي ستاج واش الناس تبع الشركه ولا هذا واش غادي يحكروا معاك مثلا علاش ما عندكش واش يحكروا معاك على الاكسبيريونس ولا لا. الاكسبيريونس شوف هو الاكسبيريونس انت اصلا حيت ملي كنهضروا في لي ستاج شي واحد ما عنده حتى حاجه شي واحد ما عنده حتى شي حاجه ما عنده لا ديبلوم ما عنده حتى شي حاجه الوغ باش غادي باش غتبين انت مهتم بهذا المجال كتبينوا بديك لي ستاج. انت اصلا يعني عندك واحد الفورماسيون ديال عامين اصلا الاهتمام ديالك راه سيرتيفي الاهتمام ديالك بهذا المجال راه سيرتيفي لا ما كيتناقش. اوكي هما لي ستاج كيلعبوا واحد الدور خاصه شي واحد راه ما فهمتي راه كاين شي واحد مثلا كيقرا مجال وكيمشي لمجال اخر كيفاش اتن كيبان له خصو يعمل التمريض ولا يعمل الفندقه ولا يعمل الطبخ ولا يعمل شي مجال اخر هو يا هو ديبلومي في حاجه اخرى الوغ باش شويه هذا كما كنقولوا زين الصوره كيزينها بديك لي ستاج. انت ما عندكش هذا المشكل ما مطرحش عندك المشكل ديال لي ستاج انت عندك فورماسيون يونيفرسيتير في ديك المجال هذا. يا وبالنسبه للسؤال الثاني الدفع امتى كيبدا مثلا دابا انا تقريبا راني في قربنا نسالو البي ان اس اي تقريبا نقدروا ندوزوا في الاخر شهر 6 ولا شهر 7 المهم امتى كيبدا الدفع لاني سكولير امتى كتبدا في الاوسبيلدونغ. هو دابا الاوسبيلدونغ ماشي بحال الجامعه الاوسبيلدونغ يعني ليسونسييل كيكون عندك واحد الدوسي واجد كامل يعني باللتر دو موتيفاسيون ديالو بلا الا كانت الترجمه كاينه بيان سير خصك يكون داكشي مترجم الدوسي عندك واجد الدوسي عندك واجد 100% وانت كتبقى تهدر داكشي راه باين في الانترنيت هادي لي سوسيتي اللي كيقلبوا راه كتلقى هنا في هذه المدينه راه كيقلبوا على 500 واحد هنا كيقلبوا على 2000 واحد هنا كيقلبوا على ما نعرف كيفاش وكاين اللي كيبوستولي 20 مره في النهار 50 مره في النهار وهذا وكاين اللي كيتعطل في الرد كاين اللي كيجاوب كاين هذاك ماشي بحال الشكل ديال الاستود يعني ما تحكمش على داكشي اللي اوسبيلو بحال الشكل ديال لانسكريبسيون في ليزيكول ولا في ليزونيفرسيتي. شكرا اساسي دا العفو. شكرا خويا محمد الله يحفظك. سي امين تفضل خويا. مرحبا. بغيت نسول الله يخليك واش نقدر ندفع ديجا الدوسي ديالي المدارس ندفع واخا انا مازال ما عنديش البي ان مازال ما شديتش النيو. انت باغي تقرا في المانيا في الجامعه؟ الجامعه انا كنت قبل انا زين كول زعما واش تقدر تدفع الدوسي واخا مازال ما عندكش البي ان ولا مازال ما عندكش النقطه مزيانه شنو قلتي؟ لا مازال ما دوزتش شي حاجه مازال تنقرا بي ان. يلا كتقرا شحال الا ان مازال تنقرا بي ان انا دابا اوكي اوكي اوكي
وعندك ال وعندك اي عندك باك بلس ا ولا غير الباك؟ لا غير الباك. الباك يعني خصك كوليك، يعني خصك دير ستوديون كوليك. هو كاين واحد ستوديون كوليك كيقبل بالادو، فانت كاين شي بحال مع ما خصني نفيريفي. خصني محمد كاين معنا هنا محمد وي هي ديما محمد لا عارف عارف داك ستوديون كوليك اللي بريفات كاين كاين البريفات ستوديون كوليك اللي هما بريفي تي سيفتو الكرانسكريبسيون بلا بي ان. هذوك ثلاثه ديال الدراري عندي دابا دفعوا بها هذاك بريفي تي سيفتو تخلص لهم غير 1000 اورو في الاول ديال تتكمل لهم من بعد. انا عندي ثلاثه الدراري دابا دفعوا للستوديون كوليك غيبداو شهر 9 ان شاء الله، وكانوا ساعة مازال ما خداوش البي ان دابا راه خداو ودفعوا بلا بي ان، يعني ودفعوا خداو الانسكريبسيون ودفعوا بها الفيزا، يعني والامباساد خدات عندهم الدوسي ديالو طيطات وقالت لهم عندكم من هنا شهر 9 تجيبوا عاد تجيبوا لي البي ان. هادو انا عارفهم. بيبليك ما عارفش بيبليك، انا كندير ماكديبر ولا شي حاجه كيقبلوا حتى هما يا بالهذا كيقبلوا بالادو، يعني كاين واحد ليكزومبل سنين ديال دفعتي لا دفعتي على طريق اوني اسيس ضروري البيع. اه طريق اسيس ضروري مثلا ديريكت ديريكت للجامعه. واش كاين شي طريق مثلا نكتب لهم انه راه غادي يكون عندي البي ان في التاريخ هذا ولا في الشهر غادي يكون عندي عاد باش من بعد نعاود نسيبطو لهم باش كما قلت لك بريفي ما كاين حتى شي مشكل عند بريفي. بريفي مثلا دابا حنا في شهر 4 وبغيتي لانسكريبسيون ديال شهر 9 يعطيوك لانسكريبسيون ودفع بها الفيزا وكل شيء، والفيزا تقول لك اوكي راه صافي جبنا البي ان ديالك وغادي تطبع الفيزا ديالك مثلا في شهر 9. وكما قلت البي ا راه ضروري خصك يكون عندك بالنسبه للفيزا خصك يكون عندك البي ا. لا بالنسبه للفرق ما بين اليونيفرسيتيات والفخ وخشول. اوكي بالنسبه جاوب السي مدني ولا نتكلف؟ لا كنت مشغول انا الاكرام كيفاش نحيدو من اوكي بالنسبه للفرق هو نورمالمون بحال لا ما كاينش فرق، غير هو زعما الفرق اللي كيكون في المواد العلميه مثلا كيكون شويه في الفخ وخشولة كيكون شويه موجه البراتيك الكتار، يعني كيخدموا الجامعه كيكون فيها التيوريك شويه كتار. هذا هو الفرق فهمتيني. النوع ديال الدبلوم اللي تتخرج به بحال بحال لا هو دبلوم ماستر ماستر ولا دبلوم دبلوم ولا اجازه باش لا اخرى باش لا باش لا بحال ما كاينش مشكل، ولكن زعما غير هو في كتكوين يعني كقرا اللي كتقرا كتكون شويه في الفخ وخشولة كتكون شويه يعني فيها البراتيك كثار، يعني الجامعه كتكون شويه فيها الثيوري كثار. هذا هو الفرق، حيت مثلا كاين اللي كيكون باغي يدير الدكتوراه وكذا ومن الاحسن يمشي للجامعه فهمتي، لان يعني كاين بعض الفخ وخشولة ما كيديروش الدكتوراه، ولا درتي فيها الماستر قدار مثلا تبغي دير دكتوراه في الجامعه كنظن ما كيقولوا له خصو يعمل واحد العام ديال لا تيوري، واحد العام ديال لا تيوري عاد يدير دكتوراه بالضبط. يا هو اللي بغى يقصد زعما واش يتخرج انجينير. هو في الالمان كان قبل كانوا كان بحال فرنسا وبحال المغرب، كانوا دي زيكول تتقرا فيهم 5 سنين تتقرا هنا 4 سنين هنا، يعني مختلفه. دابا تحيد ولا سيستم واحد ولا باشلر وتتاخذ باشلر، مي تتقرا في الفخ وخشولة تتاخذ باشلر اوف انجينيور. يعني هي ما بقاش عندهم في الالمان شي حاجه سميتها يعني ديبلوم ديال ولا لا ليسونس في الانجينيوري بحال هكا، لا ليسونس في الانجينيوري، لا ليسونس في ليكونومي، لا ليسونس في الدروا، لا ليسونس هكا تتحسب، يعني تتقرا 3 سنين بلس واحد السيمستر تديرها 16 3 سنين ونص باش تخرج عندهم. وكما قال لك حيت الاخرى الا بغيتي دير مثلا الا بغيتي تكمل مثلا ماستر ولا الا بغيتي تكمل تحت الدكتوراه، الا بغيتي تكمل ماستر تمشي مثلا الاوني تكنيك الفخ اونيفيزيتيت ولا شي حاجه حيت الاخرى، ولكن يعني تقريبا هما بحال غير الاخرى براتيك. كاين الشعب مثلا بحال نعطيك مثال، كاين الشعب مثلا بحال جيني ميكانيك ولا هذه تقدر تقراهم بجوج، ولكن ماشي لافاك عاديه الاخرى تكون لا فاك تكنيك الفاخ اونيفيزيتيت. شو تسمى هنا في المغرب شي مثال بحالها كتسمى تيشنيش اونيفيرسيتي تيشنيش بحال لي فيستي بحال هكا هذا هو الفرق بيناتهم. والاخرى الفاخ وخشولة بحال لانسا راه السميه ديال لانسا هي المدرسه العليا للعلوم التطبيقيه بالضبط. غير هو الفرق انك تقرا غير 3 سنين ونص في الالمان ماشي 5 سنين بالضبط. يا اخر سؤال واش كاين شي ايدي لي زيكسبيريونس هاد الناس ديالهم من
أفنى ما تست ديال شدين كوليك ما لو زعما أفنى شنو هو السؤال يعني ما فهمتش ما أنا ما سمعت السؤال مزيان كاس ما كيفاش يكون أفنى ما تست كيفاش يدوز واش الامتحان يكون صعيب واش كاين حدود أنك تدوز أوكي الامتحان مختلف على الامتحان ديال المغرب يعني ماشي بحال ديال الكوت وغالبية تيكون هذاك لو كونتكست الصعوبة اللي تتطرح فيه ماشي هو يعني بلوس صعوبة ديال الامتحان كاين على حساب مثلا انك تغدير تيكورس يعني غتبقى داك الشيء تيشنيك يعني راه تيحطوا لك في الماط وتحطوا لك في الألمانيا الإشكالية اللي تطرح فيهم في المدونة اللي تيكونوا كبار بحال مثلا كاين مثلا بوخوم ولا التي كاينه في هامبورغ ولا هامبورغ هذوك تيكون عليهم واحد الاكتضاد كبير ما هما طالبين ثلاثه الاقسام 90 واحد مثلا تيكون دافع عليهم على يقارب 4000 واحد يعني انت راك تنجح وما تتهش يعني خص غادي كاينين عاوتاني الشرقيين هما اللي اغلبيه تيهزوا اغلبيه كل شيء هذه فين كاينه تما الاشكاليه وكاين اللي تخدم حتى بالكوطه على حسب الجنسيات وكاين بريفي كاين شدون كل بريفي اللي في المتناول يعني ما غاليينش بزاف 3000 اورو تدخل تقرا فيهم نيشان يعني بلا افلام بالضبط هذه اللايف هذه اللاب ديال لايف تي 3500 اورو كنظن فوالا تدخل تقرا بلا امتحان شكرا شكرا الله يحفظك شكرا ما عرفتش دابا الترتيب كيفاش حيت ما بقاش كيهزوا يدهم بزاف ندوز كاين ابراهيم عفاك انت واحد السؤال تفضل اخويا بالنسبه ل تقدر مثلا تدفع اوس بيلدونغ ودير مع دوار ستوديو زعما كاين الحضور اوس بيلدونغ اوس بيلدونغ لا اوس بيلدونغ زائد ستوديو لا دوار ستوديو هذيك بوحدها واه لا زعما هذيك الاوس بيلدونغ بما ان فيها لا تيوري لا براتيك راك تسمى دوال اوس بيلدونغ الا ولكن هو السما ديالي كيقصد دوال ستوديو ماشي دوال اوس بيلدونغ هاد بي في ال بحال دوال ستوديو يعني خصو يجيب الكونترا ديال الخدمه باش يعملها خصو يعمل الكونترا ديال الخدمه بالضبط خصك الكونترا ديال الشركه خصك الكونترا ديال الشركه بالنسبه لهاد باك بلس دو اللي عندي مثلا ندير ستيو واش تقدر تنقص ليا من اوس بيلدونغ ياش غادي تنقص لك عام ومن بعد الى سالتي اوس بيلدونغ تقدر تكمل القرايه انت والطموح ديالك الا كنت انت طموح وهادي يمكن لك دير داكشي شي مشكل انت والطموح ديالك انت واش غتفضل مثلا غادي عاوتاني تضرب تمر على الباتشلر واحد 3 سنين اخرى على انك تخرج تخدم وتربح 3000 اورو في الشهر انت اللي شوف انت اللي خصك تقرر لا غير باش واحد الملاحظه ملي كتسالي الاوس بيلدونغ راه ما يمكنلكش مثلا دوزتي 3 سنين الاوس بيلدونغ تقول عند ربعي واحد العام ناخذ اجازه ديال الاوس بيلدونغ بوحدو قرايب بوحدو غير هي كاين واحد الحاجه اللي بزاف ربما ماشي ما كيعرفوهاش ولكن ربما ما غافني غير هي انك حتى ملي تسالي الاوس بيلدونغ ديالك بامكانك دير واحد الفورماسيون على حساب البرونش كاين اللي فيه عام كاين عامين ديال تولي مايستر هذيك لوميتر كما كنقولوا حنا في المغرب معلم في هذا المجال معلم ديال هكا هو المايستر لوميتر شي دومين ديالك وغير باش تفهم المايستر شنو هو نعطيك غير اكزومبل بسيط باش انت والفكره توضح لك بشكل عام مثلا نفترضوا شي واحد باغي يدير التكوين المهني في الحلاقه حلاق ياك باش يقدر يدير التكوين المهني كحلاق عند شي صالون ديال الحلاقه خص ضروري يكون شي واحد تما عنده التكوين المهني في الحلاقه اللي هي 3 سنين زائد يكون ديجا مايستر دونك ماشي ما يمكنش يديروا في اي بلاصه يعني بشكل عام خلاصه اي بلاصه كدير فيها اوس بيلدونغ كيكون واحد المايستر اللي كيكون ديجا عنده اوس بيلدونغ زائد واحد العام ولا عامين 3 سنين دارها ديال لا فورماسيون باش كيكون قادر انه يفورمي الناس وحدين اخرين دونك انت بامكانك دير هذه القضيه هذه كاينه حتى هي شكرا وهذو كيكون السالير ديالهم طالع على كيكون تقريبا يعني ما المهم كيكون طالع على الاوس بيلدونغ العادي طبعا الله يحفظك شكرا ندوزو الاخ ابراهيم وقيل ابراهيم ديجا هضر هذا كنظن لا دزت معاكم قبيله دزت معاك مرحبا ندوزو الاخ سيمون واحد السؤال مرحبا خويا زيد تفضل مرحبا شكون اللي غادي يقلب لي على المدرسه واش انا ولا الشركه مثلا ديال الاوس بيلدونغ انا على ما كنظن كيفاش ممكن
قبلتي عاود السؤال. دابا انا خاص حيت هو في لاوس بيت دونك كتقرا في الشركه وتدوز فورماسيون، تتقرا في مدرسه وتدوز فورماسيون في الشركه. يا شكون اللي غادي يقلب لي على المدرسه؟ واش انا ولا الشركه؟ نورمالمون غالبا الشركه اللي تعمل فيها البراتيك اللي خدم معاها هي اللي كتعطيك كل شيء في دقه، هما اللي كيتصلوا، هما اللي عندهم علاقات مع لي زيكول، هما اللي عندهم قليل في كنلاحظوا كيقول لك اوكي ها هو لابراتيك عديرو معنا هو الكونترا، ولكن خاصك تتصل تقلب في لي زيكول. هذه كاينه هذه الحاله، غير هي ماشي منتشره. اللي منتشر هو ان اللي مهتم بك راه مهتم بك وصافي، وراه كيقوموا بالواجب هما اللي كيتصلوا بالهذا، هما اللي كيتصلوا باللي زيكول. اوكي شكرا لكم. مرحبا. شكرا خاي ابراهيم. دوزو الاخ سيمو. مرحبا خاي سيمو. السلام عليكم، مساء الخير. غادي بغيت نسولكم حيت انا دابا تسجلت في ديك الفيزا ديال شيرشور دومبلوا من في ديسمبر 2019، ما عرفتش دابا واش باقيين دايرين هاد القضيه ديال هاد الفيزا كاينه ولا ما كاينش، واش باقي كاينه ولا ما كاينش. انت عندك باك بلس 5؟ عندي باك بلس 5 انجينير ميكانيك. وما رياجيوش يعني من ذاك الوقت ما اتصلوش بك؟ من ذاك الوقت كنحاول ندخل، دخلت للسيت ديالهم ببساطه كيقول لي النيميرو دو باسبور ديالك ديجا مأخوذ في واحد، يعني راه دوموند كاينه ولكن ما كاينه. دابا 2019 هو نورمالمون تعطلوا عليك بزاف. نورمالمون خصك يعني خاص الواحد يهدر يصيفط لهم بالايميل، هما بالتليفون صعيب الواحد يرجع له، ولكن بالايميل خص الواحد يتصل. انا ريزيرفيت، انا عملت ريزيرفاسيون للترمين وما اتصلتوش، الموعد نتاع الدوسي دو فيزا، تقديم الدوسي دو فيزا وما اتصلتوش بيا. الواحد لي زيميل كنا شفتهم كنا دايرين في تقريبا التوقيت ديال لا دوموند على 12 14 شهر، ما قلت المهم وسيترو دابا راه عامين ودازت، قلتي 2019 صرا دير داز كملت 2019 كملت 2020. انا كنظن زعما تاخروا بزاف، يعني من الاحسن الواحد على الاقل يسول، لان دابا ما عندكش حق تطلب روندي في واحد اخر، ما بقاش عندك. لا ولا ابراهيم فاش ديتي روندي في اوكسيليا 15 ديسمبر 2019 ديسمبر 2019 يعني عام وثلاث شهور اربع شهور بحال هكا، عام خمس شهور. عموما كنت باش كنت انا في المغرب شديت شوف 2019 شهر 8 عندنا رونديفو، وصلني يلاه غادي يولي البارح نورمالمون. هادشي في اصبيل دونك ياك؟ نعم لا ريشيرش دو ترافاي، البحث الفيزا ديال البحث على بس انا نورمالمون بحال اصبيل دونك بحال ريشيرش دو ترافاي، ما كاينش نورمالمون قال نفس التيب، ما كاينش هذاك اللي تيبليكي لينا باش نقلبوا على خدمه. هذاك الايميل اللي هما يا حيت كاينين بزاف، كاين شي واحد عا كيرسل وكيضيع له داك الايميل وصافي، ما كيمشيش في الوجهه اللي تمشي ليها. شكون اللي يقدر يسول؟ مرحبا، اللي عنده شي سؤال. السلام عليكم استاذ. تفضل اخويا. السلام. ونزورك استاذ، دابا انا خديت هاد الباكات العام 2020 خديتو ب 15 بغيت ودابا كنقرا في لافاق ديال لافاق ديال السونس، اول العام الاول ديال الماتش ولا انفورماتيك، وبغيت نكمل في الالمان، بغيت نكمل لافورماتيك في الدومين ديال لافورماتيك، واش ما ممكن تعطونا دي كونساي زعما؟ مع العلم انني ديجا قررت نكمل ا2.
وممكن تعطوني دي كونسيل زعما واش انت قريتي في المغرب باك انفورماتيك انفورماتيك ياك في المدرسه في الجامعه؟ يلا العام الاول يلا باقي ما يلا كملت السيمستر الاول. زعما واش باغي تكمل انفورماتيك ولا باغي تكمل مات انفورماتيك ولا لا بغيت تكمل انفورماتيك بوحدو؟ يا آه يا طبعا يا ممكن. المهم هو انك باش تفادى داك الستريس ديال الستريس نتاع الستوديوم كوليغ لاني بريباراتوار دير باك بلس هذاك غادي ينفعك بزاف. ملي كتكون عندك باك بلس بغيتي تعمل الستوديوم كوليغ عملوك، اما بغيتي تدخل نيش يعني لي زيكول دانجينيور ولا لي زونيفرسيتي كتدخل، اما بلا باك بلس راه محكوم عليك هذاك ما يمكنش يكون عندك لو شوا اوبسيون وحده اللي هي هذاك لاني بريباراتوار يعني ستوديوم كوليك. يعني احسن حاجه دير هو تفاليدي تكمل يعني تفاليدي العام الاول. وما كي زعما ما كيشموش زعما بالنقطات زعما كيطربوش لك تكون تجيب واحد لامونسيون ولا شوف بالنسبه لالمانيا ما كاينش هذا المشكل مطرح. حتى الا كان مثلا في شي جامعه ورا 30 كيلومتر من بعد كاينه جامعه اخرى ما كديهاش في هذا الشيء نهائيا. ما كاينش ما مطرحش هذا الشيء، هذا الشيء مطرح غير الاربعه ديال لي ماتير اللي مطرح هذا الشيء هو الميديسين لا فارماسي ولا ديك دوتر برونش قريب بحال هكا. هما اربعه المواد اللي في المانيا كلها كتسمى فيهم داك السيليكسيون ولا شي حاجه، اما ما تبقى من غير هاد الاربعه ديال الشعاب راه ماشي في المانيا. تقدر تكون في هاد المؤسسه راها فيها السيليكسيون ولكن تبدلها مؤسسه اخرى بعيده عليها كما قلت لك عام 20 كيلومتر ولا بعيده 30 ما كاينش. طاكو شكرا بزاف استاذ. بالنسبه لسميتو مثلا على ما سمعت كيقول لك الا مشيتي تما المان هذاك ما كيكونش عندك الحق تخدم من العام الاول. لا هادشي زعما ملي تمشي للالمان ما عندكش حق تخدم في العام الاول ياك، هادشي السؤال ديالك. هذه اول حاجه كتختلف من على حسب، ما نقولكش الولايه الولايه وانما غير من مدينه لمدينه. كاين بعض الجهات اللي ماشي كيمنعوا عليك تخدم بشكل بتاتا يعني في العام الاول، وانما كيعطيوك حق ديال الخدمه غير في الفيرين يعني في وقت اوقات العطل. العطل اللي هي خمس شهور في العام يعني ثلاث شهور ديال الصيف وشهرين ديال ليفير. بالضبط. ولكن غالبا شي اكثر من شي المهم اكثر من 50% اللي كيسمحوا بهذيك المرحله اللي كتوجد كيسمحوا يعطوا فيها كيسمحوك تخدم 128 يوم او 240 يوم الحق العمل العادي اللي كياخذوه كاع الطلبه. واضافه على هذا الشيء كاين الناس اللي كياخذوهم من هنا من المغرب يخرج لهم فيزا بحال الاقامه يعني في هذاك الشيء كامل يعني من النهار الاول السلام عليكم يبدا يخدم. كما قال سي المختار راه كاين غالبا راه كيعطيوك من المغرب كيعطيوك في الفيزا تاعك كيعطيوك واحد كيلصق واحد الورقه زايده راه بامكانك تخدم في المانيا. يقدر في المطار الا نزلتي في المطار وقال لك شي انونس ما كيقلبوا على شي واحد بدا معاهم نقول له راه بغيت راه كتوقع راه كاين شي واحد كيمشي عند لي زامي تاعو تما كيمشي عند لي زامي كيقول له تمشي تخدم كيولي هو في ديك العشيه خدم. الله هو ديك مثلا الورقه اللي قلت لي دابا واش زعما كيكون دي مارش ولا غير كيعطيوها لك تطلبها ولا على حسب كل مدينه زعما؟ شنو الورقه زعما حق العمل؟ حق العمل يا زعما كيطورك مع الفيزا. شوف ما كنطلبهاش هذه جزء من الفيزا هذا حقك. داكو بالضبط. ما تخممش اخي ابراهيم اسميه انس سي انس ما تخممش يا. ان شاء الله ما يكون على خير ان شاء الله يا وإن عزمتم فتوكلوا امين. يلا شكرا بزاف. مرحبا خويا استاذ مختار ممكن نسولك؟ تفضل اخويا. مرحبا. بالنسبة إلى سهلنا الله سهل الله على جميع الشباب، بالنسبة إلى التقبل وخرجت للفيزا وسهلنا ومشى، شكون كيستقبلوا في المطار؟ شكون كيوجهوا؟ شكون كيوري إقامة البلاصة اللي في كيسكن؟ فين غادي يخدم؟ فين غادي فهمتي؟ يعني واحد بزاف ديال الإجراءات كيكونوا واخا هما بساط ولكن عندهم أهمية كبيرة بالنسبة لواحد أول مرة غادي يمشي. المهم شوف
انا نعاود لك التجربه ديالي باختصار وغادي في نفس الوقت نجاوب لك على السؤال. هي نورمالمون ما غاديش تلقى شي واحد اللي يستقبل لك، انا ماشي اللي كنعرف، ولكن احنا مثلا ملي وصلنا اول مره سولنا اي واحد في واحد المغربي كانت معنا ديجا تما، سولتنا قطعت لنا البيه، هبطنا خويا حتى الكازير سلاوتان وجاب الله التيسر. لا يعني دابا بغض النظر على داكشي، دابا مبين الشروط ديال الفيزا ديال دابا، راه خصك تعطي واحد لا بروف بانك عندك فين تسكن. كاينه هذه السمجانيه دابا في هذا الوقت الراهن، في هذا الوقت الحالي، من بين الشروط ديال الفيزا راه خصك تعطي واحد سميتو، واخا غير لوطيل بانك مريزيرفي واحد السيمانه في لوطيل. اوكي كنظن واقيلا شي سؤال واحد اخر. مرحبا، الا ما كانش السي المدني شوف ندير واحد نهضروا بواحد بشكل عام، شنو كيحتاج واحد في اصوالا، اش كيحتاج الواحد، ندير واحد ريزومي باختصار اش كيحتاج واحد في اصبل دونغ وفي قرايه وداك الشيء، ونختموا هذا الروم ان شاء الله. اوكي تفضل السي محمد استاذ ديالنا. مرحبا. كاين ثلاثه ديال لي بوسيبيتي، انسان لا بغى يمشي يكمل، يعني بغى يمشي للالمان بهذا المعنى، اما يمشي قرايه في هذه الحاله تحتاج ضروري، يعني الا بغى يمشي يقرا في لافاك تحتاج ضروري الباك، يعني الباك ضروري منه. الحاله الثانيه هو الا بغى يمشي يدير التكوين المهني، هنا كاين التكوين، كاين شعب اللي تيطلبوا الباك، كاين شعب اللي ما تيطلبوش الباك، بحال المغرب بحال ليتيا وليستيا. وكاين الحاله الثالثه هي الخدمه، يعني خصك تكون ديجا عندك واحد ديبلوم في هذه الحاله، هذه خصك دير له الاعتراف ديالو وتقلب على خدمه. في الحاله الاولى ديال ليتود هذيك خصك ضمانه تتراوح ما بين 11 حتى 12 مليون على حسب الصرف ديال الدرهم. استاذ اسمح لينا الله يحفظك. مرحبا. مرحبا. كيفاش الدبلوم الاعتراف ديالو بحال دابا البكالوريوس؟ الاعتراف كاينين مكاتب في المانيا تتصيفط لهم الدبلوم ديالك، تصيفط لهم يعني تترجم مراقيه داك الشابيت اللي قريتي لي موديول اللي قريتي، وتعطوك الاعتراف ديال الدبلوم ديالك. هادشي هادشي يعني حسب نعم يعطيك دبلوم اخر بهذا المعنى، دبلوم الماني يعني. حيت دابا انت باش تدفع، انا نشرح لك، دابا انت باش تدفع لواحد الشركه وتقول لهم انا عندي واحد الدبلوم في هذه المدرسه الفلان فلانيه ولا في هذه ولا في هذه وفي هذه، الشركه ما تعرفش هذيك المدرسه، الشركه خصها تعرف يعني شي حاجه وما تعرفهاش واش كريديتي ولا لا، وخصني خصها شي حاجه ديال الالمان. دونك هذا المكتب ديال الاعتراف هذا هو الهدف ديالو، هو انه يعطيك واحد الوثيقه اللي تخلي هذيك الشركه تفهم هذيك اللغه، فهمتيني؟ يعني تفهم تقول اوكي هذا السيد راه عنده هذه ناقصين وهذه وهذه وهذه، هذا الاعتراف الدبلوم على حسب النسبه المئويه اللي يعطيوك. واضحه اوكي. نرجعوا كما قلنا كاين اليوتيوب اللي تحتاج فيه ضمانه، تحتاج فيه الباك، والانسكريبسيون هي مساله بسيطه ماشي شي حاجه معقده بزاف، ومن بعد تدفع اللومباتي. استاذ محمد اسمح لي ما قاطعتكش، بالنسبه للتكوين المهني واش كتحتاج شي ضمانه؟ لا يعني كتمشي السالاري، فهمتيني؟ واخا انا غنشرح هذه النقطه. هذه التكوين المهني شنو قلنا عليه؟ التكوين المهني ما تحتاجش كونت بنكي، يعني كتمشي ديجا السالاري، يعني من الشهر الاول تاخذ الفلوس. اوكي شنو الفرق ما بين التكوين المهني وشنو الفرق ما بين اليوتيوب؟ اليوتيوب الانسان اللي مازال ما عنده نفس الطويله ديال انه يقرا يدوز امتحانات انه ياخذ واحد ديبلوم اكاديمي مزيانه، الانسان اللي باغي فريمون يقرا ولكن ما بقاش عنده هذاك الجهد، لان التكوين المهني شنو تنعرفوا في المان اللي فيه حاجه زوينه ان نسبه النجاح ديالو تتجاوز 99%، فهمتيني؟ لان النقطه ديال تتنقص في الشركه وتتنقص في هذه وتتكون يعني في المتناول، دونك النقطه يعني النجاح ديالو راه تقريبا تيوصل 99.99%، يعني غير الحضور هو الشرط يعني الاساسي اللي خصو يكون. دونك الانسان اللي ما بقاش في ديك الجهد انه يكافح، لان اليوتيوب ماشي زعما راه ما ساهلاش في المان، يعني بالالمانيه وهذه راه باش تخرج ديبلوم ديال جونيور تيمشي للتكوين المهني. الفرق بيناتهم بسيط، هو ان الاخر تكوين مهني راك مزيان راك تخرج تكنيسيان سبيسياليتي وتبقى في واحد الصاله تزاد شويه فلوسين، اوكي تتخرج انجينيور ولا تتخرج المهم عندك لا ليسونس، ومن بعد راك يعني تديفلوبا مع الوقت. اوكي غير الاخرى الاولى ليتود كونت بلوكي او سيزون ما خصكش كونت بلوكي. اوكي فلوسين كذلك في المرحله. استاذ محمد اسمح لي بالنسبه دابا كتقول تكوين مهني 3 سنين كتولي سالاري، لا ماشي تلسيزة تولي سالاري، من الشهر الأول أنت سالاري هكا. بالنسبة لهذاك السالير إلا كنتي قلتي هابط على 8000
انت كدي تكمل ديك 1500 اه ماشي شي حاجه 1000 درهم في الشهر يعني 1000 درهم الا درتيها في 12 جيت 1,040,000 ريال 12 درهم تبلوكيها واخا بالنسبه واش انت كتصرف هذا الشيء كامل في الشهر بالنسبه للانسان حنا كمغاربه واش غادي نصرفوا هذاك الصالير كامل لا ما نحتاجوش هي محتاج لاسيرونس تخلصها الكلا وهذه وهذه الحدود على حسب المدينه انت اللي ساكن فيها بس يعني محمد حتى لاسيرونس راه حتى الشركه اللي كتكلف به ماشي هو ما يخلص والو يخلص غير الكلا وصافي الماكله ايوا دونك مزيانه 4000 درهم المعيشه ديالك يعني واش تفوت ديك 5000 درهم ديباسي 5000 حساب شوف على حساب شوف انت داكشي سا ديبون المهم المينيموم الا ما كنتيش تخلص لاسيونس ميديكال المينيموم عندك 4000 درهم 3500 4000 وكل واحد على حساب فهمتيني لا ما كيتخلص السي محمد لانه هو كياخذ النيتو النيتو كيكون ديجا مقطع منه السوسيال فيزيش الغينكوم فيزيشون والكراك فيزيشون يعني التامين الصحي والتامين التقاعدي وديك الشيء كامل كياخذ هو النت ايوا صافي مزيانه راه خداك وشايطه بلوس عندك سويعات بغيتي تخدمهم كذلك برا تزيد استرونومي ولا شي حاجه يعني كتمشي على اساس انك تقرا وتخدم يعني يمكن لك تقرا تعيش وتوفر مازال واحد المصروف لا شوف كل واحد خويا حماد اذا سمحتي واحد خلي عيسى محمد يكمل الريزومي اللي بغى يتفضل ومن بعد نطرح الاسئله لو سمحتي مرحبا اوكي كيما قلنا كاين الاستوديو اللي هي الدراسه اللي تدوم 3 سنين ونص لان فيها واحد السيمستر تدوز 16 والاوس بيلدونغ اللي هو تكون مهني 3 سنين الاستوديو اللي هي دراسه ما تحتاج كونت بلوكي الاخرى ما تحتاج كونت بلوكي الاوس بيلدونغ نسبه نجاح فيها النسبه عاليه جدا 99% وسالاري وكاين كذلك كونطا دو طرافاي مثلا اللي هما عندهم ديبلوم دي انجينيور الميديسان ولا مثلا اللي في لي انفيرمي ولا هذه وهذا الشيء كله تحتاج اول ايطاب هي اللغه اللي هي البي يعني الانسان غيمشي بليزيطاب اول حاجه خصو يدخل يقرا اللغه و اوميم طون يبدا يدفع ولا متي يشد البي ان ويدفع المهم ايطاب الاولى هي تقرا اللغه ايطاب الثانيه اللي كنتي غدير مثلا الدراسه في الالمان خصك موراها تقلب على الانسكريبسيون اللي هي ماشي شي حاجه صعيبه ولا كنتي غدير اوس بيدونك خصك تجيب كونطرا ولا كنتي غتمشي تقلب على خدمه خصك تجيب كونطرا دونك ايطاب الاولى اللغه ايطاب الثانيه هو تجيب الانسكريبسيون ولا اللغه وتدفع الفيزا ان شاء الله تكون جاب لاتيسي شنو الفرق بين تكنيسيان وتكنيسيان سبيسياليزي عندهم تمايا يعني شنو هما لي ميشي اللي غتقدر تخدم بهم تكنيسيان سبيسياليزي في التكوين المهني عندهم انا بجميع لي ميشي اللي تقدر تصور ولكن بان لي من خلال هضرتك كاين فرق بين تكنيسيان وتكنيسيان سبيسياليزي يعني كاين انا نقول شي بيلوت فلانمان راه اوس بيلدونغ راه تكوين مهني راه بيلوت تكوين مهني فلانمان بصح محمد بصح بيلوت كاين مثلا الشيفور ديال الترام كاين ولكن هذاك فلوغلوست هذاك فلوغلوست 10000 اورو تاع 10 مليون هذوك الملاحه الجويه راه كاين شي شعاب فوالا تمريض فوالا كاين شي شعاب اللي انت تعتبر تكون مهني راه احسن من الاستوديو بيلوت راه تكون مهني فلان غير هو بيلوت واقيلا كنظن 5 سنين والشروط ديالو شويه صعيبه بزاف باش فوالا فهمتيني راه ماشي كاين تكون مهني ديال انك تخرج طباخ هذيك ساهله كاين تكون مهني طبيب كاين تكون مهني مثلا طبيب فرملي كاين فهمتيني الفرملي ديال التخدير وهذاك الشيء راه دوك شي حاجه تمشي مع الشعبه الادبيه شي حاجه تمشي مع الشعبه الادبيه كاين مثلا بحال الاتيونغ مثلا الكيندات فوالا هذيك مطلوب هذا من الحوايج اللي مطلوبين بزاف هي التربيه ديال الاطفال ديال الكيندغارتن ديال الرو ومرافقه الاطفال مثلا بحكم ان عندكم البيداغوغ الحكم مثلا ان عندكم مثلا لغات بزاف فرنسيه العربيه وكذا الى غير ذلك فكيحتاجوا المرافقين في هذا الدومين ديال مثلا مرافقه الاجانب اطفال الاجانب ولا مثلا في دور الايتام ولا بحال الامور هادو بحال لا المهم يعني كاين اخويا كاين شعب بزاف الخير غير هي واحد الملاحظه اسمح لي هذا اللي سول على الادبيه الشعب الادبيه هي في بالك مثلا تقدر تكون ادبي ودير التمريض ماشي يقول لك لا انت ادبي ما يمكنش تقدر دير بزاف الامور ماشي ضروري فهمتي لا التمريض مزيان التمريض
ان شاء الله غير كي... الفلوس اللي الفلوس اللي ما كاينينش باش عاد لا لا كلشي لا ما تلقاش ان شاء الله مشكل اللغه قال لك خاصك 10000 درهم باش ديرها هنايا 10000 راه كلشي انفيستيسمون راه كلشي انفيستيسمون يعني راه تتانفيستي باش باش في الاخر ان شاء الله يكون واحد النتيجه فهمتيني 10 درهم خصمتي على عام كامل يعني غتقرا واحد 8 شهور زايد في يعني راه فيها الفلوس الامتحان داكشي راه شي حاجه دابا بلاتي دابا انت مثلا دابا انا غدا غنفيق الصباح مقرر عندي فلوس مثلا انا ما عنديش مقرر باغي نمشي شحال غيخصك من اشل زيد باش 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 تمشي واش خدم في الملي عندهم شي مبايا قلت لك هذا الشيء بلي زيطاب اول ايطاب خصك ضروري شي اللي ما ايطاب الاولى هي السيرتيفيكا هي السيرتيفيكا ديال البيع عادي يمكن لك فهمتيني من بعد انك السيرتيفيكا ديال البيع خصك الكونط يعني تقدف عليهم ويقبلوا وتخلص بي ديال الطياره ديالك وسالت الحفله استاذ محمد استاذ محمد بمجرد تاخذ البي ان ملي كتدفع عليهم على شحال المده عاد باش كيجاوبوك ملي تدفع لك 4 سيمانات في الامباساد الماكسيموم ولكن ولكن كاين خصك يعيطوا لك في التيرمين في الرونديفو يوصلك الرونديفو انت تقصد وصلك الرونديفو ديال الامباساد ودفعتي لهم الدوسي ديال الفيزا لا دابا انت يلاه دابا انت ما فراسك والو مشيتي دفعتي للسونتر قريتي لا لونغ خديتي تاخذ رونديفو تاخذ رونديفو من الامباساد فين غادي تدفع واش في البلاصه فين كتقرانيت ولا لا تكلف ديال الراس تاخذ اونلاين تاخذ اونلاين واحد الرونديفو من الامباساد تيوصلك على 5 شهور انت تطلب لي حسب على حساب واش تدفع او سميدون ولا الاستوديو هاكا ادفع ديال راسك ولا انا ندفع تكوين مهني تكوين مهني تكوين مهني لحد الان داير لهم عام عام ولكن دابا خدات واحد الشركه يعني قدو يقلو فهمتيني تاخذ ملي تيعيطوا لك تدفع الدوسي ديالك 4 سيمانات يجاوبوك ان شاء الله هذيك 4 سيمانات بلوس موا السلام عليكم يعني دابا ملي نبدا ندخل ملي نبدا ندخل نقرا ندير دومون في هذوك الشهرين الاولى غدير دومون باش تخلي لك واحد البيريود انك انفوا تاخذ الدبلوم ديالك تبقى لك واحد 4 شهور فين تقلب على كونتو فهمتيني يعني انفوا تسالي ال1 شهرين ديال القرايه ولا 3 شهور تاخذ دومون اوكي الا سمحتوا لي سي محمد شكرا بزاف لكم كاملين نعطيو الكلمه لسي مصطفى من بعد الهيونه ديال اللقاء بارك الله فيكم وبغيت غير نذكر واحد النقطه مهمه بان لا سيتي فريد للشركات دائما فتح الابواب للجميع سواء في قنيطره ولا في كازا سواء تواصلوا معنا في فيسبوك ولا في الواتساب ولا في الايميل ولا في اي حاجه ولا تجيو عندنا شخصيا ونعطيكم داكشي اللي محتاجين كاملين حنا نورمالمون كنديروا هذا اللقاء في كيكون يعني في قنيطره ولا في كازا في لانسيتي وانما بحكم الكورونا الى غير ذلك ما قدرناش نديروه واحد النقطه اخرى مختار نقولها بالنسبه للسيرفيس ديالنا باش ما يكونش واحد الغلط حنا ما تنبيعوش كونترات ما تنديروش حنا السيرفيس ديالو غراتوي بالنسبه للدراري اللي تيقراو عندنا يعني تندفعوا لهم تنحاول نعاونوهم طبعا بالضبط شكرا يعني بزاف. من الاول حتى الاخر النقطه هذه اوكي بالضبط حنا شكرا سي محمد ذكرتيني في هذه النقطه حنا كنقراو الألمانية وفي نفس الوقت هذيك الاجراءات ديال راه ماشي هنا زعما جينا لهاد باش نبيعوا الكونترات ولا هذا اجراءات اللي كنديروا سواء ديال التسجيل في الجامعات ولا التسجيل في ولا المساعده في البحث الاوس بيلدونغ ولا لاتر دو موتيفاسيون ولا السي في وديك المسائل كامل الاداريه واللي كتحتاجوا يعني باش توزع الدوسي ديالك من ال زد كنتكلفوا به حنا هنا مجانا بالنسبه للناس اللي كيقراو عندنا هنا في فلان سيتي وكنعاونوا حتى الناس اللي عندهم مثلا لونتروتي على شي حاجه مع شي اوس بيلدونغ مع شي شركه حتى هما كنوجدوهم شويه عندنا الناس المختصين في هذا الشيء هادشي اللي بغيت نقول ودائما كنكرر اللي بغى يجي عندنا لانسيتي سواء قنيطره ولا كازا مرحبا بكم في اي وقت وغادي نعطيو دابا الكلمه الاخيره للسي مصطفى قبل ما نسدوا هذا اللقاء وشكرا بزاف تفضل السي مصطفى السلام عليكم السي المدني كي داير السي المختار كي داير مزيان بخير بارك الله فيك المهم انا راه قريت عند الاستاذ المدني خديت البي اينس الدوسي كلشي ناضي الحمد لله دابا اكشوالمون دابا تنقلب على الكونترا في الدومين ديال اللوجيستيك بغيت غير نعرف دابا الانسان مشى الكونترا اوس بيلدونغ واش يمكن ليه
يقلبها خدمه. ديجا واحد عنده ليسونس عنده ليكسبيريونس مشى اوس بيلدونغ يمكن زعما يكمل خدمه العام الاول اوس بيلدونغ لا لقى شي كونتر خدمه يكمل خدمه بلا ما يضرب لك الاثنين. اوكي هي نورمال، هي نورمال ممكن ما كاينش فيها ما فيها حتى شي مشكل. انا نعطيكم اي واحد الحاجه باختصار بالزربه من قبل ما نكمل انت حتى نكملك بعدا. هي ممكن غير خاص هذاك الاوستين دابا هذا يعني مصلحه مكتب الاجانب ولا مختص بالاجانب هو اللي وافق خصو هو اللي يعطي لوتوريزاسيون باش انك باش تبدل من باراغراف تولي من يعني تولي من طالب عفوا من اوس بيلدونغ الخدمه. ممكن مثلا واحد الدري كنت كنعرفو انا شخصيا في قرانا انفورماتيك في المغرب مشى للمان قرا دي اس ها يعني دار اللغه من بعد دار البراكتيكوم في واحد الشركه وعجبهم. ملي عجب الشركه قالوا له زعما اوكي انت مزيان زعما علاش تعاود الباشلر علاش تعاود براسك انت راه فيك المواصفات ديال انجينيور يعني ما حتاش قعدت. فعرضوا عليه كونطرا عطاوه واحد المبلغ محدد مشال الاصل دابا هذا المكتب الاجانب قالوا له انت المبلغ اللي عطاوك شويه ناقص خصهم يزيدوك باش توفر فيك الشروط لان باش تاخذ الكونترا ديال عفوا الاقامه ديال واحد كيخدم راه فيها شروط ماشي غير مثلا يعطيوك شي واحد مثلا افترض انت قريتي الطبخ الاصل عندهم الطبخ كملتي الطبخ مشيتي شي ريستو شي مغربي ولا شي فندق عطاك 600 ولا 700 اورو ولا ما يمكنش راه كيطلبوا واحد الشروط محدده. المهم الشروط راه سهله باش توفرها ماشي زعما شي حاجه خياليه. ملي جاب داك الشروط صافي بدل كاع من القرايه كان شويه صعوبه ودخلت الشركه وبزاف الامور وبدلوا له. دونك ماشي زعما شي حاجه اللي غير هي انا كنقول لك ماشي من حقك ماشي حقك يعني غير المكتب الاجانب هو اللي خصو يبدل هو عفوا هو اللي خصو يوافق. اما نورمالمون يعني ممكن ولكن خاص الموافقه ديال المكتب الاجانب. شكرا ان شاء الله شكرا بزاف. هادشي اللي كاين كنظن وقيلا كلشي يعني ياك يا مختار بغيت نقول واحد الكلمه مثلا ما تيجي يقراو هنا في لانسيتي فريديريش ولا ما تيقراوش في بلاصه اخرى. المهم انا كاكسبيرونس فهاد لانسيتي اللي قريت فيها انا نورمالمون فهمتي زعما تنشكر السي مداني واستاذ محمد ومختار حتى هو زعما نورمالمون كنا باش كنا حنا بدينا باش قريت انا قريت في 2017 ما كانش شي ديال لي ا كانش شي ديال لي اس ا لي سبي وكان ديال باك باس ياك وخا زعما فهمتي وخا شحال من واحد ابوندونا باش كنا حنا في واحد الكلاس بقاو معايا هكا بقاو معايا فهمتي حتى فهمتي حتى ربي دابا الحمد لله عادي حتى قرا في يونيفرسيتي سالزبورغ و فهمتي تعلمت شحال من حاجه وزعما زعما تنقول وزعما حتى في الموتيفاسيون صرايب كيفاش يعطيو واحد يعطيو واحد اهتمام نيشان ماشي زعما غير يعطيو فهمتي داك لا كومبارينا مع لي زوتر انستيتوت زعما شكرا جزيلا وصافي شي نقول صافي. الله يحفظك السي ابراهيم شكرا بزاف. انت من الدراري دازو في لانسيتي اللي تا هما كافحوا وصلوا تبارك الله الله يوفق الله يجبك التيسير. تمنى السي المدني يختمنا بشي كلمه تا هو. واحد الامكانيه اخرى اللي ما طرقناش ليها هي الامكانيه ديال العمل التطوعي وراه ما متحبروش العمل التطوعي. راه عندك العمل التطوعي في السي في ديالك راه في المانيا كيبقى واحد النقطه ايجابيه عندك دائما عندك في هذا في السي في ديالك واحد النقطه ايجابيه ويفضلوك على اي واحد ما عملش العمل التطوعي يفضلوك عليه. وما معنى العمل التطوعي؟ العمل التطوعي كتمشي نظريا كتخدم مجانا ولكن راه واكل ساكن عندك التامين الصحي وعندك 300 اورو تاع لارجون دو بوش. هذا هو العمل التطوعي في المانيا. تدخل بعد ما 450 اوكي. السي مدني شكرا بزاف بارك الله فيكم كاملين. السي محمد الله يصلح. السي ابراهيم الاخوان شكرا بزاف وتحيه ومره اخرى ان شاء الله نعاود نشيروا معكم على خير الاخوان. شكرا لكم الله يحفظك شكرا بزاف ان شاء الله فرصه اخرى ومرحبا في اي وقت عندنا في لاسيتي. شكرا بزاف استاذ مختار كنشكرك بزاف. وصلنا 5:30 ياك؟ نعم اخي ما سمعتكش. 5:30 كتبقاو في كازا؟ السي مدني مش من وقت كنبقاو في كازا؟ لا حساب واش الكور كاين ولا ما كاينش. وانا ممكن بالتليفون راه يستناوه هنايا حتى 6 8 ممكن يبقى.
ماشي مشكل في اي وقت مختار الا كان الكور راه كيبقى لاسيتي مفتوح ما كانش راه تيكون هذا ولكن التليفون الا دار معاه موعد راه غيجي يلقاه يقال واقع ان شاء الله وي خويا احمد شي واحد بغى يهضر معايا استاذ مختار واش انت كاين في كازا بالضبط لا انا كاين فيهم كاملين ولكن اغلبيه كنكون في قنيطرة اللي شرف نتلاقى معك استاذ والله الله يحفظك اخويا على الراس اجي القنيطرة وخلص لي الغداء في قصر الدجاج هنا انت اللي عتجي عند الكازا مختار انت اللي عتجي عند صافي اخويا حمادي ملي تكون جي نتقهوى مجموعه ان شاء الله ان شاء الله شكرا بزاف كنشكركم كاملين بارك الله فيك الله يحفظك شكرا سي المدني تكلف انت ايوا نتمنى تكون يعني كانت الافاده للجميع وان شاء الله نحاول نعاودوا هذه المناسبه نعاودوهم ولا كانت شي حاجه كما قلت لكم المتابعه كما قلت لشي واحدين المتابعه دار من خلال الرسائل في هذا في هذا الواتساب ولا الفيسبوك ولا شي حاجه كما قلت للاخ بيل بامكانها كان عمل خليه يتصل بديك السيده اللي مشات وراه غادي تنفعوا بزاف هذا اكزومبل اي واحد يحتاج شي مساعده رحنا رهن الاشاره داكشي اللي كاين السيد الله يحفظك شكرا بزاف و السلام عليكم الله يعاونكم بالسلامه